حابة يعطيكم العافية جميعا. صوتي واضح؟ واضح مهندس. نعم ممتاز، نحن رح نبدأ هلأ. أول إشي بحب أرحب فيكم كلكم، كل الموجودين معانا لليوم. رح يكون كل إشي ريكوردد إن شاء الله، حنحطه على اليوتيوب طبعا زي دايما للأشخاص اللي ما لحقوا لغاية هلأ يشتركوا معانا، فإن شاء الله كله بيكون موجود على قناتنا حناوي سوفت وير على اليوتيوب. اليوم موضوعنا كتير حلو، رح يكون مع المهندسة سندس. بدي أحكي لكم أول شيء بريف عنا إحنا للشركة، وبعدين راح أحكي لكم بريف عن المهندسة سندس. طبعاً نحن شركة الحناوي للبرمجيات، هي موجودة أصلها في الإمارات من 98، وعندنا فرع هون في الأردن من 2017. هي بيسكلي على ERP system، كلها عبارة عن برنامج ERP system فيه عدة أنظمة كلها مترابطة مع بعضها البعض، ومنها الـ HR، منها المحاسبة، منها الأصول الثابتة، العقارات، المدارس. فبنوفر هذه الأنظمة للشركات وللأشخاص المهتمين على حسب شو requirements تبعتهم. وبالإضافة لموضوع البرامج وبيع البرامج، كمان بنعمل ورشاتنا الأسبوعية، كل سبت بنعمل ورشة بموضوع جديد. مثلا في عملنا مواضيع قبل، عن كان في مقدمة للبايثون، عملنا مرة عن الـ 5G، عملنا عن الذكاء الاصطناعي. فإحنا بنقدم عدة ورشات بمواضيع متنوعة، فموضوعنا اليوم interesting، رح يكون إن شاء الله مفيد لإلكم بشكل عام. رح تقدموا المهندسة سندس، رح نحكي عن كيف نهيئ الطلاب والخريجين من الجامعات لسوق العمل، شو النصائح اللي بنقدر نفيدها للطلاب، شو الشغلات اللي بخليهم ينطلقوا بقوة. فرح تشارك معانا اليوم مهندسة سندس، أحكي لكم بريف عنها. هي مهندسة معمارية ريادية، بتآمن أنه رسالة المهندس بتتعدى حدود المباني والعمران، وهي أسست عدة مشاريع ريادية وقدمت برامج إذاعية حوارية وهادفة للشباب، أهمها كان اسمه برنامج الاختيار. طبعا كمان أسست منصة تعليمية لليافعين لاكتشاف مهاراتهم وشغفهم وتحديد مسارهم المهني. بعدين بعد هيك عملت، هي عبارة عن كمان مرشدة وظيفية ومهنية للطلاب والخريجين في جامعة البتراء، وكادر مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، وكمان متطوعة في عدد من المنظمات محلية وكمان دولية. فرح تفيدنا إن شاء الله اليوم، رح تنبسطوا وتستمتعوا معنا وتشوفوا الموضوع كتير interesting. وأنا اسمي آية الرزي، مسؤولة عن نظام شؤون الموظفين والرواتب في برنامج الحناوي، ومسؤولة عن فرع الأردن من الشركة. فرح تبلش معنا هلأ المهندسة سندس. تفضلي مهندسة، معك المايك. شكرا آية، ويعطيكم العافية جميعا. أول شيء أنا بدي أفتح الكاميرا، وكتير بحب إنه أي حدا بقدر يشاركنا ونشوفه، كتير بكون مبسوطة بهذا الشيء. فأول شيء يعطيكم العافية. أول شيء بدي أسأل، مين فيكم طالب جامعة ومين فيكم خريج؟ مين فيكم لسه على مقاعد الدراسة؟ حلو حلو حلو، تمام. هيا لنا ضحى. طيب مين فيكم خريج؟ كان متخرج جديد أو إله فترة؟ عندنا هنا مشاركة من كمال فرح، بيحكي أم إلكتريكال إنجينير و30 سنة إكسبيرينس. أهلاً وسهلاً، أهلاً مهندس. تمام تمام. ديما، طيب. ديما عاملة ريز هاند كمان. ديما من طلابنا المميزين طبعاً، أهلاً ديما. أهلاً أهلاً ديما والجميع. أهلا وسهلا فيكم. طيب خليني أعمل شير سكرين ونبدأ معناها. تمام تمام. السكرين طلعت عندكم؟ خبروني عشان. يس واضحة. تمام تمام. أوكي. بداية زي ما حكيت لكم، كتير بحب إذا أي حدا بحب إنه يفتح الكاميرا، كتير بحب أشوفكم، أحب أشوف الرياكشنز تاعتكم، دائما هيك بكون في تفاعل أكثر. فأي حدا بيقدر يفتح الكاميرا كتير رح أكون مبسوطة بهذا الشيء. بليز كلياتنا نحط ميوت والفيديو زي ما حكيت لكم، وبنقدر نستعمل ريز هاند بأي حدا بحب يشاركنا بأي شيء، مشاركة بحب يجاوب على شيء. نستناكم. هلا في شغلة هون، أول شيء بدي أشكر حضوركم، وإن شاء الله خلال هاي المحاضرة، في نهاية المحاضرة راح أبعث لكم مجموعة من الكتب الـ PDF والفيديوز للناس اللي راح تكون أكتف معنا وتشارك، وللناس اللي راح تضل معنا للنهاية ويكون في إلها مشاركات فعالة، وأتمنى تشاركونا. يعني أنا ما بدي زي ما بدي أنا أفيدكم، بحب أنا أستفيد من خبراتكم كمان. تقدر تشاركونا من خلال الـ الأوديو، أو إذا بدكم إنه تبعتوا أي شيء مسجات
برضه بالتشات بوكس بتقدروا انكم تشاركونا باي شيء انتم بتحبوه. قبل شوي بعثنا لكم على الواتساب انه كل حدا فيكم بحب انه يكون في عنده كاسة مي عشان احنا خلال هاي الساعه هيك برضه نستفيد صحيا. حضروا نوت بوك وفيل فري اذا اي حدا بده ياخذ سكرين شوت لاي شيء من الاشياء اللي رح نحطها هون. وزي ما حكينا بالنسبه للموضوع الثاني، طيب بدايه خلينا نرجع شوي لورا لمرحلة قبل وهي مرحلة المدرسة. إذا نيجي نقارن بين أيام المدرسة وأيام الجامعة نلاقي إنه في كتير أشياء فرقت علينا لما دخلنا على الجامعة وبلشنا مرحلة جديدة بحياتنا. أول شيء مرحلة المدرسة شوي كان في كنترول للأهل علينا أكتر، كنا نعتمد على أهلينا بشكل كتير أكبر. في مرحلة الجامعة بلشنا شوي نعتمد على حالنا ونقدر إنه إحنا ناخد قرارات يعني بطريقة كتير أفضل من قبل. أيام المدرسة كنا دائماً المحاضرات تكون كلها ورا بعض مرتبة بطريقة ما يكون في إلنا خيار إنه إحنا نرتب محاضراتنا زي ما إحنا بدنا، ولا في أي خيار إلنا إنه إحنا مثلاً نيجي متأخر نيجي بكير. ففي الجامعة صار في عنا شوية مرونة أكتر إنه إحنا نختار محاضراتنا كيف موجودة. المناهج اللي في المدرسة كانت برضو مقررة علينا زي ما هي، بالجامعة بتلاحظوا إنه إحنا صرنا مثلاً نأخذ من الإنترنت نأخذ من المراجع، فكانت برضو خلينا نحكي التعليم بالنسبة لنا صار مختلف وصار صرنا أحرار أكثر إنه إحنا نتعلم من جهات مختلفة. بالنسبة للأشياء الترفيهية وهواياتنا والأشياء اللي إحنا بنحبها بنلاحظ إنه بالجامعة رح تلاقوا فيه كتير أكتيفيتيز وأشياء ممكن نعملها غير الجانب المنهجي. بعدين غير هيك إحنا في المدرسة إذا بتتذكروا كنا دائما من أول فصل لآخر السنة دائما نضل نفس الطلاب، مرات حتى لما نترفع على الصف اللي بعده يكونوا نفسهم أصحابنا اللي كانوا معنا بالصف. بالجامعة بنلاحظ ممكن يكون في عنا محاضرتين ثلاث محاضرات، كل يوم في عنا طلاب جداد معنا وكل فصل في طلاب جداد، في ناس من كلياتنا في ناس من الكليات الثانية. هذا الشيء كتير بفرق مع الطلاب لما يكون كل يوم عم بتعرف على ناس جداد. غير هيك برضو المصاريف عنا في المدرسة كانت مختلفة عن الجامعة، في الجامعة مصاريفنا بتزيد بصير في كتير أشياء مطلوبة منا. هلا زي ما لاحظنا الفرص اللي إحنا رح تسحلنا لما ندخل الجامعة كتير مختلفة عن الفرص اللي كانت تسحلنا لما كنا في أيام المدرسة. حريتنا بالخيار حريتنا بالوقت رح تصير برضو مختلفة ورح يصير بإيدنا إن إحنا نقرر كتير شغلات غير عن قبل. بس إنه إحنا رح يصير فينا تنوع أكثر، يعني بصير في كل مرحلة في أشياء جديدة، في ناس جداد، في محاضرات جديدة، في مواد جديدة، في مجالات كتير ممكن إن إحنا يعني نخوض فيها ما كنا نخوض فيها في المراحل اللي قبل. هلأ الفكرة في الموضوع إنه إحنا بدنا نستغل هاي الفترة من حياتنا لأنه فعلياً هي فترة متوسطة ما بين المدرسة وما بين الجامعة. هلأ لو بدنا نقفز للمرحلة اللي بعدها، إحنا في مرحلة الجامعة بدنا نشوف إنه إحنا بعد ما نتخرج شو في فرق بين المرحلة اللي إحنا فيها والمرحلة القادمة. أول شيء بالجامعة إحنا بنكون شوي أحرار بموضوع إنه إحنا وقتنا بإيدنا، ما علينا كتير مسؤوليات، يعني أكبر مسؤولية بتكون عنا إنه إحنا نخلص محاضراتنا، ندرس، نقدم امتحانات، نجيب علامات كتير منيحة. بالشغل بنلاحظ إنه إحنا بصير في عنا مسؤوليات مختلفة، إن كان مسؤوليات اجتماعية، مسؤوليات وظيفية. فبيكون الوضع شوي يعني في علينا مسؤوليات أكثر. بالنسبة للوقت برضو الوقت بيصير محدود، يعني في الجامعة زي ما حكينا كنا بنحضر محاضرات في الأوقات اللي بتناسبنا، ممكن إن والله نعتذر عن محاضرة محاضرتين بيكون كتير أسهل من وإحنا بالشغل وإحنا كتير في عنا أشياء. بس إنه دوامنا ماكسيمم في الجامعة بنخلص على التنتين على الثلاثة، في كتير شركات بتداوم للستة وللسبعة، ففعلياً إحنا في عنا فرصة ذهبية هلأ إنه في عنا عدد ساعات ما بعد الدوام إحنا كتير أحرار فيها، خصوصاً إنه مسؤولياتنا كمان زي ما حكينا أقل. غير هيك في الجامعة في الشغل حتى طبيعة اللبس طبيعة الأشياء اللي إحنا بتقيدنا بتصير أكبر. في كتير أماكن مثلاً اللي بيشتغلوا ببنوك، اللي بيشتغلوا في فنادق، اللي بيشتغلوا بكتير أماكن في ملابس فورمال لازم يلبسوها مضطرين عليها. في الجامعة أنت حر إيش ما بدك تلبس، كيف ما بدك تروح، بيكون كتير في عندك حرية أكبر، فأنت في عندك حرية ومجال لأنك تنوع في حياتك بكتير أشياء أكثر. شغل التطوير الذات هاي الشغلة يمكن ما حدا بلاحظها غير بعد ما يتخرج من الجامعة، إنه فعليا القدرة على تطوير الذات في مرحلة الجامعة كتير أكبر مما بعد الجامعة.
وبصراحة في شغلة كتير مهمة إحنا دايماً بنتعرض لها، إنه يعني لما نفتح مثلاً على فرصة معينة في بلد معينة أو حتى عندنا في الأردن، كتير مرات بيكون الشرط إنك أنت تكون طالب جامعة، وهاي الشغلة ما رح تحس فيها غير لما تتخرج من الجامعة. للأسف كتير مرات يعني حتى إحنا عانينا من هاي الشغلة، إنه كنا نفكر إنه في كتير أبواب مفتوحة عنا سكرت بمجرد تخرجنا، لأنه فعلياً في كتير جهات ومنظمات بتدعم طلاب الجامعة، إن كان من ناحية إنه بعطوهم فند لسفراتهم، للدورات اللي بدهم ياخدوها، للأشياء اللي بدهم يطوروا فيها حالهم بعد ما يتخرجوا. بحكي لك لا، هذا الشخص هو شخص مسؤول عن حاله بيشتغل، ففعلياً ما بيزبط إنه هو في ناس أولى منه إنه هو ياخد هاي الأشياء. فتطوير الذات في فترة الجامعة كتير أسهل من ما بعد الجامعة، ولو إنه إحنا بنحكي إنه إحنا لآخر يوم حياتنا بنضلنا نتعلم، بس أكيد بيكون الوضع ألطف كتير في فترة الجامعة. برضو بنرجع لموضوع التنوع. فعلياً إحنا في زي ما كنا نحكي بالمدرسة، أنت في عندك صف كل يوم أنت بتروح بتشوف نفس الطلاب، نفس الزملاء، نفس الناس اللي معك، نفس الشيء بيصير في الجامعة. بعد التخرج. ليش؟ لأنه فعليا أنت الشركة اللي بتشتغل فيها نفس الموظفين أنت عم بتشوفهم كل يوم كل يوم كل يوم. في فترة الجامعة زي ما حكينا أنت محاضراتك مختلفة، أنشطتك مختلفة، فأنت بتتعرف على ثقافات مختلفة، أشخاص مختلفين، بتكون باك جراوند كتير مختلف عن ما بعد الجامعة. كمان بنرجع لموضوع المصاريف. برضو في فترة الجامعة بيكون الواحد قادر إنه هو يصرف على أشياء معينة، في ناس بتدرس على حسابها، في ناس مثلا أهلها بدفعوا لها أو في حدا بدفع عنها، بس دائما دائما إحنا بيكون في عنا مسؤوليات أكثر بعد التخرج. فبرضه رح يكون يعني حتى على موضوع تطوير الذات رح يصير في كتير مسؤوليات مختلفة. الواحد بصير يحكي إنه والله لا أنا في شغلة أبدأ من مثلا والله إني أروح أخذ كورس هلا. ففترة الجامعة كتير بتكون أضعف. وهيك احنا بنكتشف انه فعليا عن جد فترة الجامعة هي اكتر فترة احنا عن جد قادرين ان احنا نستثمرها بطريقة كتير كبيرة لتكون حياتنا ما بعد الجامعة كتير مناسبة لنا ونقدر نحقق فيها فرص كتير كبيرة. وكتير حلو انه احنا من قبل ما احنا نخلص هاي الفترة نقدر نكتشف هذا الشيء، لانه للأسف كتير ناس بتكتشف هذا الاشي بعد ما تخلص مؤشرة، وهالشيء بالعادة بيكون يعني للأسف ما في مجال إن إحنا نرجع نعوضه. وبصفي إنه أكيد يعني استبرت ولاد زي ما بنحكي أي واحد بيقدر إنه يعوض بعدين، بس التعويض بيكون كتير أصعب، ويعني بيصير you have to pay the price إنك تدفع ثمن كتير أشياء أنت خسرتها في أيام الجامعة، كان عندك وقت وكان في عندك كتير أشياء. طيب لهيك إحنا اليوم حابين نحكي إنه إحنا إيش في أشياء ممكن إنه إحنا نستفيد فيها في حياتنا الجامعية لنقدر إنه فيما بعد نكون فخورين بنفسنا إنه إحنا استثمرناها في الجامعة. طبعاً بس بدي أحكي شغلة، طبعاً أنا بعرف إنه في معنا ناس خريجين وفي معنا ناس في الجامعة، في معنا أشخاص أكبر كمان. هاي التبس ممكن أي حتى إنه يستفيد منها. يمكن إحنا خاصين طلاب الجامعة أكثر فيها لأنه زي ما حكينا في عندهم مجال أكثر، لكن أي شخص ممكن إنه يستفيد من هاي النقاط بأي فترة من حياته ممكن إنها تكون مفيدة له كثير. وإن شاء الله يعني هيك تضيف لكم لو إشي بسيط تقدروا إنكم أنتوا تستفيدوا منه بالمستقبل. أول نقطة بدنا نحكي فيها موضوع الصحي بكير. طبعاً هاي يعني يمكن لطلاب المدرسة، لطلاب الجامعة، للموظفين، لحتى لست البيت، لأي حدا ممكن إنه هي تفيده. ليه؟ لأنه فعلياً الشخص اللي بيصحى بكير دايماً بيكسب كتير أشياء بتروح على الناس اللي بتصحى متأخر. بدايةً كيف بدي أصير شخص بيصحى بكير؟ يعني في ناس كتير عندهم تشالنج كتير كبير إنه إحنا نصحى بكير. أول نقطة دائما إحنا نبلش بخطوات صغيرة، يعني ما في داعي إنه إحنا نيجي نفكر والله إنه أنا بدي اليوم مثلا أنا دائما متعودة أصحى على 10، فجأة أنا من بكرة بدي أبلش أصحى من الساعة 5 الصبح، ما رح تصحى، وإذا صحيت بكرة بعد بكرة ما رح تزبط معك. عشان هيك إحنا بدنا نبلش ستيب باي ستيب. يعني مثلا أنا بصحى على 10، ما في مشكلة بكرة لو صحيت مثلاً 9:30، بعدها صحيت 9، بس بده يكون في عنا بروجرس، يعني كل يوم عمالنا بنلتزم في هذا الإشي لحد ما نوصل لمرحلة إنه إحنا نصحى بكير ونبلش يومنا مع شروق الشمس خلينا نحكي. ففعلياً هذا الشيء كتير مهم إنه إحنا ما نروح مرة واحدة لشغلة، يعني زي اللي بيجي بحكيك أنا والله بدي أبلش أقرأ، ففعلياً بحكيك أنا بكرة بدي أقرأ 10 كتب، ما رح تقدر تقرا 10 كتب ورح تحس الموضوع كتير صعب. فدائما بدنا نمشي ستيب باي ستيب لنقدر نمشي في هذا الموضوع. طيب حابه تشاركوني بالتشات بوكس، بدي كل حدا فيكم يحكي لي اي ساعه بيصحى الصبح.
خلينا نشوف الأغلبية عنا كيف بالعادة اللايف ستايل عندهم وكيف يبلشوا يومهم. أوكي حلو، 10:30، 8، 7:30، 8:30، برافو. أحيانا قبل 6، برافو، لطيف لطيف، حلو كتير. طيب السؤال الثاني، متى بتصحوا يوم الجمعة ويوم السبت يعني بالويكند؟ حلو، هاي ميرفت جاوبت قبل ما احكي، حسب اذا في دوام بصحى بكير وبتاخر ساعه او ساعتين بس خلص. صلاه الفجر فعليا عن جد اللي الناس اللي ملتزمه بصلاه الفجر بوقتها فعليا هذا الشيء خلص هو حط شغله، وقد ايه حلو انه احنا نلتزم بشغله معينه هي اللي تصحينا، يعني هذا الشيء كثير بيساعدنا انه احنا كل يوم في عندنا فقره في الصبح انا بدي اصحى عشان اصلي، فخلص انا فعليا كل يوم صفى السيستم تاعي ملتزم، لأنه فعلياً للأسف كتير ناس بيكونوا بأيام الدوام بيصحوا لأنه بنصحى للدوام. أنا دائماً بحكي الشغل هو إشي مهم في حياتنا، بس في إشي أهم من الشغل اللي هو إحنا. فعلياً إحنا لما بنخلي الشغل هو اللي يجبرنا إنه إحنا نصحى بكير، لا إحنا ليش ما نجبر نصحى بكير عشان إحنا بدنا نصحى بكير، مش لأنه في حدا بيجبرنا إنه إحنا نصحى على 7 أو على 6 أو على 5. تمام. طيب هلأ فعلياً في شغلة كثير بتساعدنا إنه إحنا نصحى بكير اللي هي إنه إحنا نحضر أمورنا من قبل بيوم. طبعاً أول شيء اللي هي موضوع البلانينج إنه إحنا نكتب، دائماً خلي مع عندكم نوت صغير أو أي حتى لو ورقة حتى لو ستيكي نوت وتحطوها جنب التخت قبل ما تناموا، بس اكتبوا إيش عندكم بكرة. يعني عادي اكتب إنه مثلاً والله عندي دوام من الساعة 8 للساعة 4، في عندي بعد الدوام والله بدي أطلع مع أصحابي، بعدها بساعة مثلاً والله في عندنا زيارة مع العائلة. كل هاي التفاصيل تنكتب، حتى لو كان يوم عطلة وانت ما عندك اي اشي ثاني يوم، في فقرات عندك في اليوم، في عندك فطور، في عندك غدا، في عندك عشاء، في عندك والله موفي معين بدك تحضره، في عندك مثلا والله بدي ارتب البيت، بدي اعمل اي شيء، اكتب الاشياء اللي انت بدك تعملها. قديه حلو الشعور لما يخلص يومك واخر اليوم تيجي تتفرج انه تك 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 I did it. ومرات كتير بتلاقي انه في اشياء تراكمت عليك، عادي هاي الأشياء اللي أنت ما عملتها في نهاية اليوم حطها على الورقة اللي أنت بتعملها ثاني يوم. هاي الحركة على قد ما هي بسيطة على قد ما هي بترتب دماغ البني آدم. فعلياً الواحد لما ينام وهو حس حاله كاتب الأشياء اللي عليه بكرة ما بضل دماغك طول الليل شغال يعني خلينا نحكي بالعقل الباطن إنه أنا والله في عندي كذا وفي عندي كذا وفي عندي كذا. فعلياً كتير بيكون أريح إنه أنت خلاص زي كأنك زتيت عن حالك، خلاص بكرة الصبح بتذكركم. فعلياً ساعات النوم بتكون عن جد بيور راحة، فهذا الشيء كتير برضو بريحكم. البلانز مش بس فعلياً هي إنك تكتب، يعني في شغلة تانية مثلاً بكرة الصبح أنت بدك تطلع على الدوام، كتير حلو إنه تحضر أواعيكم من قبل بيوم، إشي بده كوي تكون من قبل بيوم، خلاص اللبسة تكون جاهزة. هذا الشيء كتير بريح، وفعليا الصبح حتى لو مثلا صار أي طارئ عندكم لبستكم بتكون جاهزة، بتكونوا دايما طالعين من البيت مبسوطين. حتى مرات كتير في ناس مثلا بعرفهم إنه مثلا باكل تفاحة كل يوم الصبح، ففعليا هاي التفاحة بتتحضر من الليل بالمطبخ على الطاولة وتتغطى إنه الصبح بصحى بلاقي التفاحة موجودة. كتير حلو إنه تصحى رايق، يمكن العشر دقايق اللي أنت بترتب فيها أمورك بالليل بتغنيك عن نص ساعة عجقة الصبح وانت تدور على أغراضك وتعمل كل هاي القصص. ففعلياً البلانينج كتير نقطة مهمة إنها تترتب بالليل، ما عمرك تغمض عيونك غير لما تكون عارف شو بدك تعمل في اليوم اللي بعده. النقطة الثالثة إنه إحنا نخلي غرفنا مناسبة لهذا الموضوع. كيف يعني؟ يعني مثلاً في كتير ناس بتحط التلفزيون في الغرفة، ففعلياً لما بتنام والتلفزيون شغال وهي بتحضر إشي، لا التلفزيون حلو يكون في غرفة القعدة، يكون في مكان تاني. إذا بتقدروا حتى موبايلاتكم ما تنحط عندكم بالغرفة، يعني أنا للأسف كتير بعرف ناس بنام وهو ماسك الموبايل وقاعد بعمل سكرولينج على الفيسبوك وعلى الانستغرام وبيغفى وهو الموبايل بإيده. هاي النقطة كتير بتأثر علينا، إنه أول شيء إحنا بننام وإحنا في عنا إحباط دائما، زي ما بنعرف السوشيال ميديا فعليا أنت بتكون مروح بآخر يومك صاير معك مليون شغلة خلال اليوم،
تيجي بتفتح الستوريز اللي عند الناس الثانيين، ان كان على انستغرام او فيسبوك او اي مكان، تيجي تتفرج انه فلان اليوم كان طالع ما بعرف وين، وفلان اجته هديه من ابصر اني جهه، وفلان كذا. شوف قد ايه بيصير في عندك هيك تصفن انه يا الله كل الناس كانت اليوم مبسوطه وانا الوحيد اللي يومي كان كثير عادي او كان فيه شيء سيء. فعليا قد ايه هذا الشيء بيخلي يومك وليلتك عن جد محبطه، وفعليا تصحى ثاني يوم مكسر وحالتك حاله، لانه بسبب انه انت نمت اصلا وانت كثير زعلان على حالك وعلى الحياه البائسه اللي انت عايش فيها. ففعليا الموبايل يعني لا، دائما نحطه على جنب، نحطه بعيد شوي عنا. اذا احنا مضطرين نحطه بالغرفه لانه بدنا اياه الصبح بشغله مهمه او بدنا نستنى مكالمه او كذا، نحطه شوي بعيد عن التخت ما يكون جنبنا. زي ما حكينا التلفزيون، اللابتوبس، هاي الاشياء كلها الالكترونيه، حتى النيجاتيف انرجي اللي بتطلع منها سيئه جدا. فكتير حلو انه غرفه النوم تكون فعليا للنوم، تكون رايقه، دائما مطفي الاضواء كلياتها، ما في داعي البرادي تكون مسكره. هلا في الليل اصلا البرادي الدنيا عتمه برا، فانت فعليا ما في ضوء عم يزعجك. لما تصحى الصبح خلي الشمس هي اللي تصحيك، يعني فيا اول ما تطلع الشمس عن جد انت تتضايق انه في شيء جديد، فانه هيني بصحى. لما الغرفة تكون معتمة الصبح، هذا الشيء لحاله بعطيك إنديكاتر إنه خليك نايم، ما في مشكلة، ما في داعي تصحى. ففعلياً نفتح البرادي، نكون مستعدين لاستقبال الشمس الصبح، تلفزيون ما يكون بالغرفة، أي أشياء إلكترونية أو أشياء ممكن تلهينا نخليها كتير بعيدة عنا في الغرفة. الشغلة الرابعة الألارم. إذا كان في لنا ساعة، أنا جداً أفضل الساعات اللي هي المنبه العادي. احنا للاسف في هاي الايام كثير نستخدم الموبايلات وبنحط الالارم عليها. يمكن هاي من أسوأ الشغلات اللي بتصير معانا كلنا، انه احنا فعليا بتفتح الموبايل اول شيء بتشوف الالارم، مرات كثير بتطفي الالارم وبتفتح الفيسبوك او بتشوف الالارم وبتشيك على الواتساب، بكون واصلك مسجات يمكن حدا بعث لك اياها بالليل، حدا بعث لك اياها على الفجر. شوف قديش كميه الاخبار اللي انت بدك تسمعها، كميه العجقه، كميه المسؤوليات. يمكن واحد يكون بعث لك مسج الساعه 12 بالليل، بدي اشوفك بكره مثلا. ليه انت اول ما تصحى تكتشف انه انا صح، انا كانت البلان تاعتي امبارح هيك وهلا صارت البلان تاعتي ما بعرف كيف. كميه الافكار هاي لا، اعطي اول 10 دقائق من يومك بطريقه شوي بيس هيك، ما يكون فيها اي شيء مزعج، اي شيء مضايق. هذا الشيء كتير بيخليك تستقبل يومك بطريقة لطيفة. ففعليا دايما حطوا منبه، جيبوا منبه إن كان إلكترونيك أو كان من المنبهات اللي بتكون عادي زي هاي، كتير لطيف إنها ترن وما تكون جنبك، خليها بعيدة شوي، إنك أنت عشان تطفي المنبه لازم تقوم وتمشي وتطفي، لأنه فعليا إذا كان جنبك إحنا كلنا بنعرف شو اللي بيصير، عادي جنبي بطفي وبرجع بس كمان 10 دقائق، بس كمان ربع ساعة. ففعليا هذا الشيء كثير كثير بخلينا احنا نطول في النومه. فكره انك انت تشيل الحرام عنك وتقوم، هاي لحالها بتعطيك طاقه انه انا عندي استعداد اني اطلع، ما اكون اضلني نايمه. طيب بدي اسالكم كمان مره، ريز يور هاند اذا كنتوا بتستعملوا منبه مش ساعه. بشوف كم حدا بيستعمل منبه هون. والله لطيف، برافو برافو. فعليا كثير الشيء هذا اتوقع انه بيفرق معاكم. حلو. ميرفت عم تحكي لنا انه انا حتى بايام العطله بيرن المنبه بنفس وقت الاستيقاظ. برافو، هاي واحده من النقاط اللي كثير مهمه، انه انت فعليا ما يكون في عندك مشكله انه انت تفصل. يعني مثلا الموبايل للأسف يعني هم بيحطوا لنا أشياء متطورة عشان تريحنا، بس فعليا مش دائما الراحة هي الصح. لما يحكي لك إنه مثلا إنه أنت إيش الأيام اللي بدك تكون فيها ألان وإيش الأيام اللي ما فيها ألان، بتيجي تحط الجمعة والسبت بدي أصحى على 11 وباقي الأسبوع بدي أصحى على 5، لا، المنبه يكون خلص نفس الموعد. هذا الشيء كتير فعليا بيخلي حتى الـ يعني الساعة البيولوجية تاعتنا خلص تتعود، إنه الساعة البيولوجية ما بتعرف جمعة وسبت. ففعليا نشوف قد هي بتنعجق كل اسبوع، انه طب انت كل يوم بتصحيني على 5، اليوم ليه بتصحيني على 10 وعلى 11؟ ففعليا خلينا نتعلم هاي الشغله ونقنع حالنا انه الصحي بكير هي مش عباره عن عقاب، هي عباره عن هديه لجسمنا انه احنا يصحى بكير ويلحق اشياء الناس ما بتلحقها بالعاده. يمكن هاي البوينت لو غيرناها شوي بس بالمايند سيت بتاعتنا، انه الصحي بكير مو شيء غصب عنا وشيء مفروض علينا وشيء سيء، له شيء حلو واحنا رح ننبسط. هاي برضو واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة.
كمان نقطة wake with the sun، اصحى مع الشمس. فعليا نفس النقطة اللي حكيناها، حاولوا ما تناموا الظهر لما تروحوا من الدوام أو لما يكون في، حتى لو تكونوا تعبانين اصبروا هالكم ساعة وناموا. في ناس بتنام 8 ساعات، في ناس بتنام 10 ساعات، في ناس بتنام 12 ساعة، في ناس بتنام 6 ساعات أو 5 ساعات، حسب كل جسم كل حدا. بس احنا نحاول ما نزيد عن 8 ساعات النوم. وفي ناس إذا بتنام 7 أو 6 it's okay، بس هو فعليا الأنسب هي 8 ساعات نوم وتكون متواصلة ورا بعض. أما قصة إنه مثلا إحنا ننام وبدي أصحى، أو مثلا خصوصا اللي بيكون عنده امتحانات أو في عنده تسليم أو في عنده إشي بيحكي لك أنا والله بدي أنام للساعة 3 وأصحى من 3 للخمسة، لا، دائما اجبروا حالكم اصحوا على وقت الفجر، ما تصحوا قبل. الطاقة اللي بتكون عندكم وكمية الإنجاز، يمكن كثير ناس بتحكي فيها هاي إنه أنا والله لما كنت أصحى أدرس على الفجر بنجز مثلا 20-30 صفحة، أما لما أسهر بنجز 5 صفحات. ففعليا ربنا لما حط الليل والنهار، الليل للنوم والنهار للشغل وللسعي في الرزق والدراسة وكل هاي القصص، ففعليا لا، احنا طول ما الشمس طالعة احنا صاحين، لما الشمس تغيب احنا بننام. ففعليا هيك صاحبوا الشمس، يعني دايما خليكم انه الشمس موجودة احنا موجودين، الشمس موجودة يلا صباح على خير احنا بدنا ننام. الشغلة السادسة، اول شيء مين فيكم جاب كاسة مي؟ قلت لكم بالبداية وبعثت لكم على الواتساب الصبح إنه جيبوا كاسة مي. طيب بليز بس اللي رفعوا إيديهم على السؤال اللي قبله ينزلوا عشان أعرف مين اللي جاب مي، عشان فعليا إحنا في كتير أشياء رح نشوفها بالريكوردد فيديو عشان أبعث لكم الكتب والأشياء اللي حكينا عنها الأول. حلو، برافو برافو برافو. طيب كل حدا قدامه كاسة مي يشرب مي، تمام؟ صحتين صحتين. هلأ شوفوا دائما خلوا عندكم مي بأي شيء بتعملوه، فلين المي كتير بتحفز الدماغ وبتخليكم مصحصحين. هاي واحدة من الأشياء برضو حتى وانتم بتدرسوا دائما خليكم، خلي المي دائما دائما صديقكم. فدائما شرب المي والفطور من الأشياء اللي كتير مهمة الصبح. معظم الناس بتحكي لك أنا والله بس أطلع بشرب كاسة قهوة بالدوام، بطلع من البيت أصلا مش مفطر ولا شارب شيء. هذا الشيء كتير بيأثر. أول شيء لما تأكل أنت بتنشط أجهزة جسمك، أنت فعليا إنه يلا كلكم اصحوا، مش إنه والله لسه أنا بدي أروح على الدوام وأكل أشرب القهوة عشان أصحى. فعليا لو شيء بسيط الصبح كتير بيكون لطيف. اتعلموا اعملوا أشياء لهاي البرزنتيشن للأكل، يعني يمكن هاي من الشغلات اللي كتير بسيطة وما بتخطر كتير على بال الناس، ويمكن مش شيء أساسي في حياتنا، بس فعليا لما تعمل فطور شكله حلو أنت بتتحمس إنه شفت إشي حلو في بداية يومك وبتفطر. فهاي واحدة من الأشياء برضو، إذا بنرجع للنقطة اللي حكينا فيها قبل شوي اللي هي موضوع إنه أنت جهز أغراضك من الليل حتى بالثلاجة عادي، إنه جهز والله هاي الخيارة اللي الصبح بدها تتقسم، هاي اللي كذا وهاي اللي كذا. فعليا لما تصير تصحى الصبح ما بياخد كتير وقت، يعني فيش 5 دقائق 10 دقائق أنت بتضيعهم على الفيسبوك الصبح أول ما تصحى وأنت ماسك الموبايل، لا ضيعهم أنت بتعمل إشي للفطور. هذا شيء كتير لطيف. وإذا كان في فرصة إنه أنت وعائلتك تفطروا مع بعض الصبح بيكون كتير إشي حلو كمان. يعني مرات بيكون إحنا دوامنا كلنا مع بعض الصبح، بس فعليا كل واحد هذا عم بدور على أواعي، وهذا عم بده يشرب مي، وهذا بده يضب الأغراض تاعنا، فعليا بنطلع كلنا من البيت ما حدا شاف حدا الصبح. تخيل لو عملت هذا اللايف ستايل في البيت، إنه إحنا كلنا بدنا نصحى على 5، كلياتنا بفينا لايف ستايل معين، مثلا على الساعة 7 الصبح إحنا كلنا نكون قاعدين على الفطور، بس 5 دقائق ناكل على السريع ونطلع. فعليا حتى هاي القعده بيكون فيها فرق، كل واحد فيكم بس يحكي انه والله اليوم عندي كذا وكذا وكذا، فقره زي هيك كثير بتكون ممتعه. وفعليا لما تلاقي حدا يشجعك على الإشي اللي انت بدك تعمله كثير حتفرق معك. يعني كثير في فرق لما والله مثلا تصحى الصبح لحالك والكل نايم، ولما تشوف انه كل البيت صحي معك الصبح، كلهم افطروا وكلهم قعدوا مع بعض وكلهم طلعوا على دوامهم. ففعليا هاي الشغله من الاشياء اللي حتى يعني بتقوي العلاقه بينكم، انه كل واحد فيكم بيطلع عارف شو الثاني عنده في اليوم، كيف كان وضعه الصبح، هذا كان تعبان شوي، هذا كان مريض، هذا كان طلع. فيعني هاي واحدة من الأشياء برضو اللي كثير بنصحكم فيها. هاي الصورة بشو بتذكركم؟ هاي الصورة لحدا شوي أصغر منا كلنا، بس متى بتتذكر آخر مرة صحيت فيها بهاي الطريقة؟ هذا أسمع صوت حدا يفتح المايك ويحكي لنا بدون ما أنقي، حدا هيك يشارك على طول. متى آخر مرة شفت حالك هيك صاحب هاي الطريقة؟ يعطيك العافية يا مهندس، كيف حالك؟ الله يعافيك، هلا.
مهندسة حقيقة يعني أنا بحكي لك من خبرة سابقة سبحان الله لما يكون عندي إشي برنامج معين إنه لخلص يعني حتى لو ما بضرب المنبه بشعر هيك خلص سبحان الله يعني مثلا بروح على هلا طبيب دايتس كل يوم جمعة 7:15 موعدي فسبحان الله 6:30 هيك تلقائيا يعني أنا بصحى الفجر مرات برجع بنام لي شوية بالذات يوم الجمعة لأن الأولاد بتأخروا لما يصحوا بس خلص سبحان الله يعني بلاقي حالي إذا في إشي مبرمج هيك تلقائيا خلص بظني سبحان الله إشي مبرمج بالدماغ أبصر شو بصير لازم أصحى مع الوقت وبدون حتى مرات قبل ما يضرب المنبه بفترة زمنية كافية فهاي الصورة حلو. يعني واحد حقق إنجازه فيعني أجعل وقت حلو حلو تمام طب سؤال بدي أسألك شغلة كيف هرمون السعادة بيكون عندك لما بتصحى وأنت عارف إنه عندك شغلة معينة والله مهندسي أنا واحد من الناس خلص يعني سبحان الله بحب الصبح كثير بحبه لسبب أنا بشتغل باليو أن من حوالي 18 سنة بشعر إذا بدي أجمع معلوماتي قبل ما أروح على الدوام بجمعها الصبح حقيقة يعني بلانينج بعمله بالليل بس الصبح مثلا اليوم عندي برزنتيشن اليوم عندي ميتنج مع الدايركتور بحضر الأجندة بحضر كل شيء فبشعر حالي كأني فريش وزي ما تفضلتي ممكن نص ساعة الصبح عن ساعتين بالليل لأنه بالليل عقلي بتشتت كل أفكار اليوم تتجمع بلحظة واحدة بس الصبح خلص أنا طالع على هدف صحيت بدري اشربت فنجان قهوة إذا بدي أفطر إشي سريع أجهز أموري فيعني صحية الصبح صراحة بتعطيك يعني إشي فائض جدا لا يمكن تغطيك أكثر من نص نهار بقوة ونشاط يعني جميل جميل يعني أنا كتير بدي أشكرك إنه يعني إحنا هون عمالنا بنشوف حدا عنده إكسبيرينس ممتازة وفخمة وحدا يعني جرب في حياته كتير أشياء وما شاء الله حدا ناجح عم يحكي لكم من خبرته ففعليا يعني كتير حلو إنه إحنا نسمع من حدا برضه صار له فترة طويلة وبرضه عم يحكي إنه الصبح هو إشي كتير مهم فشكرا كتير شكرا شكرا جزيلا الله يخليك الله يسعدك في حد تاني بيحب يشاركنا قبل ما نكمل الله يعافيك بس أنا حابب أحكي لك يعني فترة قصيرة يعني الأسبوع الماضي يعني أنا متعود أصحى متأخر على 9:10 10:11 هالحدود تقريبا فالأسبوع الماضي كان عندي موعد الساعة 8 فأنا عيرت المنبه لكن سبحان الله الساعة البيولوجية اللي عند الإنسان خلتني أصحى 8 إلا ربع من غير منبه وفيت المنبه قبل ما يرن وقمت وغسلت وطبعت واو يعني انت صحيت واحد... المنبه بدل ما هو يصحيك بالضبط فالفكره احيانا اذا واحد كان نوى من جواته نيه صادقه انه هو بده يصحى بدري ثاني يوم راح يصحى حتى بدون منبه من الساعه حلو. البيولوجيه انا الله خلقها للانسان جريت لطيف جدا يعني شوفوا كيف عن جد فعليا شكرا كثير احمد شكرا احمد حياكم الله فعليا عن جد يعني كثير احنا بنكون مبسوطين انا لو بدي احكي عن حالي انا بتذكر متى دائما كنت احس بهذا الشعور لما كان يكون في عندنا رحله في المدرسه دائما انه فعليا كل يوم اصحى المدرسه انه اهلي يلا يا سندس قومي يلا يا سندس قومي فعليا يوم الرحله انا اروح اصحيهم تكون الشنطه جاهزه ويكون كل شيء كل الفقرات اللي احنا بنحكي عنها هاي انه اغراضك جاهزين وانت بتصحى لحالك وبتقوم ومرات بتقعد تستنى في الباص مش بتكون بتلاحق ملاحق باص المدرسه ليه لانه انت طالع رحله مو رايح مثلا على المدرسه ونعسان وهيك فشوف قد ايه فعليا لما انت يكون في عندك تارجت لشيء انت حابه قد ايه انت ممكن انك انت تصحى وتطلع وانت كثير مبسوط عشان هيك دائما خلينا نحط في كل يوم شغله لو هالقد بسيطه موتيفيشن وتحفيزيه لنا انه احنا بدنا نصحى ثاني يوم ونطلع يعني مرات مثلا الواحد يعني احنا نكون واقعيين شوي ما احنا مش عايشين بالحياه الورديه يعني اكيد كل حدا فينا في عنده ضغوطات ان كان في جامعته ان كان بشغله ان كان بحياته بشكل عام وكل واحد اكيد بيكون عارف انه خلال يومه في كتير اشياء هو مش كتير حاببها بس فعليا خلينا ندور على شغله بسيطه احنا بنحبها بدنا نعملها اليوم يعني مثلا كتير مرات ممكن تفكر انه والله انا مشتري لبسه جديده فانا اليوم بدي البس هاي اللبسه شوفوا قد بسيطه يعني دائما انا بحكي قد ما وصلنا من العمر في شغلات كتير بسيطه تبسطنا يعني خلاص الواحد بحس حاله مبسوط عليها ففعليا لو مثلا انا بدي البس لبسه جديده اليوم بكون اول شغله انه في شغله كسرت روتيني اليوم فانا مبسوط اني بدي البس هاي اللبسه حتى لو انا مو حاسه فيها فعليا داخليا انا مبسوط
مرات مثلا ممكن تكون والله محضر شغلة لحدا مثلا من أصحابك، لحدا من عائلتك، مثلا اليوم مثلا في مناسبة معينة، فأنا بدي أفاجئ مثلا أهلي بشغلة مثلا، أو أنا بدي مثلا في الدوام محضر برزنتيشن بدي أعمله لزملائي مثلا. كل يوم ما يعني ما تخلي دائما لما تحط بلان قبل بيوم حط شغله بسيطه، لو مش ضروري شغله كثير خرافيه في الحياه، ممكن شغله كثير بسيطه، او مثلا بكره انا بدي اطلع امشي الصبح، بكره انا بدي احضر، انا اللي بدي اعمل الفطور وبدي اعملهم شغله لطيفه. شغلات بسيطه كثير 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 ممكن انها تخليك لما تصحى ثاني يوم انه ياي انا مبسوط هلا في عندي شغله جديده بدي اعملها ما عملتها امبارح. فهاي من الاشياء اللطيفه جدا. وفي نقطه دائما لما تقوموا رتبوا السرير، يعني هاي أنا قرأتها أيام المدرسة بتذكر، ما بعرف كان في آرتيكل قرأتها عن هذا الموضوع، إنه بحكي لك إنه رتب سريرك أول ما تقوم من النوم، لأنه فعلياً إذا أنت تركته زي ما هو رح ترجع على الغرفة بعد شوي تتفرج إنه يا الله هيك شكله بحكي لك إنه تعال يلا ارجع نام لك كمان شوي. فعلياً لما يكون الرتب خلاص تستخسر إنه أنا صرت مرتبته ومزبطة وهيك بدي أرجع أنام كم مرة، فخلص بتقرر إنك تمشي. فدائما في شغلات صغيره احنا ممكن انه يعني فعليا احنا جوانا عن جد لما بحكي جوا كل انسان فيه طفل انت بتقدر انك انت تربيه على الطريقه اللي انت بدك اياها، تبسطه وتخليه يطير من الفرحه او تخليه هيك زعلان ودراما وحالته حاله. ففعليا احنا كلنا لو صار عمرنا 100 سنه رح نضل نفكر بهاي الطريقه. كمان نقطه دائما فكره اللي حكينا فيها قبل شوي انه انا احكي انه بس اعطيني 5 دقائق وبقوم، هاي كتير 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 بتعمل قصة إنه أنت فعلياً قدام مرات بتحكي بس بدي أنام 5 دقائق بتصحى بعد ساعة. هاي النقطة فعلياً إذا بتقرأ وفي كتير دراسات بتحكي إنه فعلياً النومة اللي بعد ما تصحى وترجع تنام بتخليك تصحى عن جد أول شيء مكسر وبعدين تعبان وبعدين مش طايق تقوم أصلاً. ففعلياً خلص أول ما تفتح عيونك لو إيش ما صار يعني اضغط على حالك شوي، لا أنا هلأ بدي أقوم. وفعلياً إحنا زي ما حكينا قبل إذا إحنا بنحط المنبه شوي بعيد هاي الشغلة رح نكون إحنا قدرنا نتعداها، لأنه أتليست إحنا قمنا من التخت رتبنا وأخذنا المنبه طفينا وخلص بلشنا يومنا ما رح نوحد. ففكرة إنه أنا بس أربط المنبه بس كمان 5 دقائق هاي كتير مزعجة، عشان هيك بحكي لكم الموبايل بخدعنا في هاي الشغلة. الموبايل بحكي لك يلا نام لك كمان 5 دقائق وعادي، بس يكبس الكبسة واللي هو إنه بيأجله كمان شوي برن، وطبعاً كتير مرات برن بالمرة الثانية وللأسف إحنا ما بنصحى. زي فعليا فكرة لما احنا بنحكي على صلاة الفجر كثير مرات بنحكيها كيف الشيطان، انه احنا فعليا اذا بتنام بتسمع الاذان بيأذن بتحكي بس بدي اغمض عيوني 5 دقائق بصحى بصلي خلص انا صاحي، يعني هيني بستنى بس الاذان يخلص. فعليا بتصحى بتلاقي الشمس طلعت والحياة بلشت وحالة. ففعليا خلص اول ما تفتح عيونك بتقوم بتشيل الموبايل الالارم وخلص بتطفي. الساعات بتساعدكم بهذا الشيء لانه كثير صعب انك انت تقعد تغير في انه والله بدي ترني كمان شوي، فخلص بتقوم. الموبايل بيعملنا مشكلة في هذا الموضوع. في هاي الارتيكل، هاي الارتيكل كتير صراحة لطيفة، اسمها How to become a morning person. إذا عملوها سكرين شوت وجوجلت رح تلاقوا في ارتيكل كتير طويلة فيها كتير تيبس لطيفة، وكل واحدة فيها تفاصيل التفاصيل، وحتى كل واحدة فيها لينكس بتوصلك على أشياء تانية كتير رح تحبوها. هاي اللي على الشمال هي زي ملخص للارتيكل هاي. وين رحنا؟ هاي ملخص للارتيكل كاملة، فيها برضو بتحكي لك إنه كيف الفرق بين اللي بصحى بكير واللي بصحى متأخر. كتير بنصحكم تقرأوها، وحلو إنكم تطبعوها حتى على إشي كتير هيك لطيف كبير حطوها عندكم بالغرفة، كتير هيك بتعطيكم بوزيتيف انرجي. طيب بدي أحكي لكم بعض الأشياء اللي كنت أعملها أيام الجامعة وعن جد كنت أحس إنها كانت مفيدة بالنسبة لي. واحدة من الأشياء إنه الصبح كتير كان ممنوع عندي إني أنا أسمع أي إشي نيجاتيف. لما مثلاً كنت أطلع باص الجامعة أحط الهيدسات مثلاً إنه والله أقعد أسمع إشي أغاني حزينة، أقعد أسمع أخبار كتير كتير بتعطيك نيجاتيف إنرجي تستمر معك عن جد طول اليوم أنت مو حاسس. ففعلياً الصبح كنت دائماً إنه أحط مثلاً أشياء مثلاً موتيفيشن دائماً، يعني لو تفتح على اليوتيوب مليان، بتكون عربي بتكون إنجليزي بتكون فرنسي بتكون صيني، بتلاقوا فيديوز مليان الأشياء موتيفيشن. وبس لو تكتب أشياء إنها دخل في حتى في الصبح يعني هتلاقوا فيديوز كتير لطيفة حلو كتير إنكم تسمعوها. بلس في كتير عنا يعني الحلو خلال السنين الماضية صار، يعني أنا بصراحة بتذكر أيام ما كنت في الجامعة
كانت نسبة هدول الناس شوي أقل، اللي هم الناس اللي بتنزل ألبومز تحفيزية وعربية. دائماً كنا نسمع إنجليش، بس الحمد لله صار في كتير ناس بتلاقوا في عندهم أشياء عربية. تقدر تدوروا على اليوتيوب بتلاقوا تشانلز كاملة مليانة كلها أغاني تقدر تسمعوها الصبح، كتير تعطيكم بوزيتيف انرجي. فعلياً أسوأ إشي في الحياة إنك تسمع أغاني الصبح، يعني هاي من الأشياء اللي كتير مزعجة، لأنها فعلياً يعني لو كانت الأغنية ما إلها دخل في أي إشي في حياتك، بتصير تذكرك بكل إشي سيء بالحياة، بتذكرك لما بالتوجيه كنت تدرس، تذكرك لما أبصر مين أبصر شو حكى لك، فعلياً ما بتوصل للشغل ولا الجامعة ولا أنت مش قادر تحكي مع حدا وكرهان كل الدنيا وحالتك حالة. ففعلياً ما تفتح الراديو الصبح، لأنه إن كان أخبار أو إن كان أغاني بتسمع أشياء غريبة عجيبة. دائماً شوفوا أنتوا حطوا عندكم ليست، هاي الليست للصبح. دائماً الصبح فعلياً بدك تسمع إشي يخليك لما توصل تستقبل كل إشي بأريحية. كتير رح تقابل ناس الصبح مش طايقين حالهم، يعني كتير الصبح بتروح على مكان يا الله أنا ما بعرف كيف صحيت اليوم، أنا بارح صار معي كذا، أنا ما نصدق وأنا أروح. ففعلياً كن أنت الإشي البوزيتيف في حياة الناس، لما تشوفهم انبسط، كن في عندك بوزيتيف انرجي. مرة على مرة الناس بتصير تتغير، بتصير عن جد أول شيء تحب تشوفك، ثاني شيء تحب إنها هي تتعامل معك، وهذا الشيء بيعكس عليهم، بيصير مرات كثير حتى الناس اللي قدامك إنها بتستحي ضلها تشكي الصبح. ففعلياً أتليست هاي نص ساعة الصبح تكون نص ساعة لطيفة في حياتنا. التليفونات، إذا في عندكم حدا مثلاً بدكم تحكوا مع ناس وأنتوا عارفين إنه هذول الناس كتير ممكن يعطوكم طاقة سلبية، حتى لو كانوا ناس كتير بتحبوهم، خليها شوي بس ساعة ساعتين ورنوا عليهم، ما تبلشوا يومكم وأنتوا عم تاخذوا هاي الإنرجي السلبية، إلا إذا وصلتوا لمرحلة إنكم قادرين إنكم تطلعوا هاي الناس من هاي الأجواء. يعني مرات كتير الواحد لا بحس حاله إنه مثلاً ممكن إني إذا أنا حكيت مع شخص معين يكون هو مكتئب أنا أبسطه. فإذا كانت عندك هاي القدرة وهي بدها شوية تدريب وتمرين، حلو كتير إنك أنت كمان توصل لمرحلة إنه أنا مش بس بدي أنا اللي أكون مبسوط الصبح، أنا بدي أبسط الناس معي. كتير ناس بحسوا هاي الشغلات، يعني أنا أتذكر صحباتي كتير كانوا أيام الجامعة مرات يضحكوا علي إنه أنت مفكرة حالك إنه أنت عايشة في هيك في حياة كتير لطيفة. فعليا كل واحد في عنده الضغوطات اللي عنده، في عنده كتير مشاكل، وكل عنده مليون قصة. بس فعليا إذا ضغطنا على حالنا شوي مرة مرتين بيصير لايف ستايل هذا عنا، بيصير إحنا نتضايق من حالنا إذا شفنا حالنا مش هيك. شغلة تانية، أنا أتذكر أيام الجامعة كنا نبعث لبعض مسجات الصبح، يعني كانت في عادة. بتذكر في شخص كان يبعث لنا كل الناس اللي عنده على الواتساب، وكان الواتساب لسه جديد وفي موضوع البرودكاستينج ولا نبعث للكل، كان يبعث كل يوم مسج تحفيزي أو فيديو تحفيزي الصبح. فعلياً أنا تعلمت هاي الشغلة وقعدت طول فترة الجامعة لحد ما تخرجت برضو أبعت لكل الناس اللي عندي positive thoughts كل يوم الصبح، لو كان كوت بسيط أو إنه مثلاً أنت اليوم لازم كذا مثلاً، أو صورة تحفيزية أو فيديو قصير أو أي إشي. فلين أنت بتحس حالك إذا قرأت الصبح بتكون مبسوط. كتير مبسوطة إنه كتير ناس كنت أبعت لهم مثلاً ما يردوا علي، إنه خلاص يفتح المسج أنا أحكي شكله هذا حد ما قرأ. بس لما كنت مثلاً أنا عجق يوم وما أقدر أبعث لهم المسجات، يوصلني من أكثر من حدا إنه شنو اسمه المسج تاع الصبح، إنه إحنا هذا المسج كتير بيأثر علينا. شوي شوي صرت أنبسط إنه حتى الناس اللي عندي صاروا يبعثوا لي مسجات الصبح. فشوف كيف أنت بتقدر إنك أنت تسبريد بوزيتيف ثوتس للناس اللي حواليك، حتى على الفيسبوك ما تنزلوا والله الصبح إنه صباح النكد، صباح مش عارف شو، فإنه لا، إنه خليك الصبح. يعني برضه إذا أنت حتى لو كنت متنكد ما في داعي تنكد على الناس اللي حواليك فترة الصبح، خصوصا على السوشيال ميديا. أنا فعليا شوف قديه في واحد، يمكن واحد عن جد أنت يعني تيأسه على الصبح يكون بس مستني هذا المسج السيء عشان يحس إنه يومه سيء جدا، ويمكن مسج حلو يحكي لك هاي المسج جتني من السماء هيك إنه والله لسه الحياة فيها أمل. فمع كل الضغوطات اللي بحياتنا والأشياء اللي بتصير للأسف، يعني إحنا بحاجة بس لهاي التبس في نص ساعة تاعت الصبح. هلأ ما بعرف، هلأ مين في حدا فيكم مش من الأردن؟ حلو تمام. هلأ في كتير ناس بتحكي لك إنه أنا فعلياً إذا كنت في الأردن مثلاً في كتير أشياء أنا مو موجودة عندي. في ناس تحكي لك لا أنتوا في الأردن في عندكم كتير أكتيفيتيز وأشياء، فإحنا مش عارف بأي بلد فإنه ما في عنا. هذا الإشي الإكسكيوز من الإكسكيوزز اللي فعلياً ما بعرف، بحس إنه سببه إنه إحنا مش متعرفين على الكوميونيتيز اللي موجودة حوالينا. فعلياً أنا بعرف ناس من كتير بلاد مختلفة، الكالتشر فيها مختلفة، بلاد عربية بلاد أجنبية. فعليا كل بلد
فيها ناس بتشتغل على حالها وفيها ناس بتعمل أشياء إن كان الصبح أو الظهر أو العصر أو أي وقت. فلياً إذا أنا بدي أحكي عندنا مثلاً في الأردن في كتير مثلاً في سايكلينج كلابس للناس اللي بتحب تركب بسكليت، في ووكينج كلابس برضو، في ناس للمشي السريع، في ناس للمشي البطيء، في ناس حتى للناس اللي في عندها مثلاً بسالس عندها كلاب عندها كذا بتحب تمشيهم الصبح. إيش ما كانت الباشن اللي عندك هتلاقي ناس موجودين بيحبوا هذا، بيحبوا يعملوا هذا الشيء. في ناس حتى تعمل مديتيشن الصبح. اتعرفوا على هذول الناس. طبعا يعني السوشيال ميديا ما خلت، مش انت فعليا اذا بس بتكتب مورنينج كلابس على الفيسبوك رح يطلع لك مليون كلاب موجودين، رح تكتشف انه في شيء جنب بيتك، في شيء بعيد شوي. المفاجاه الكبيره اللي رح تحسها انه انت فعليا يمكن قبل الساعه 7 الصبح ما بتطلع من البيت في العاده. لما تقرر والله مثلا بدي اطلع مع سايكلينج كلاب، مثلا نطلع سايكلينج مثلا على البسكليتات، تطلع الصبح بتكتشف انه في اعداد كبيره كثير من الناس بتطلع، بتحس بالمقلب انه انا صار لي 10 سنين 15 سنه قاعد كل يوم الصبح بصحى على 8 مع 9، بس فعليا في عالم اخر عم بيكون الصبح وفي ناس كثير عم تطلع. فهذا الشعور عن جد هيك بيحرق القلب انه تكتشف انه عن جد قد ضاع مني فعليا. يعني مثلا انا بتذكر في فتره كنا نروح على المدينه الرياضيه الصبح، المدينه الرياضيه او مثلا حدائق الحسين حتى، بتروح تكتشف انه المدينه الرياضيه مليانه الساعه 7 الصبح مثلا. فعليا هدول الناس كلهم انت ما بتعرف انهم بيطلعوا الصبح، بس شوف هدول الناس قديه فرق يومهم وانت لساتك نايم في البيت او مثلا قاعد على الموبايل او لسه عم بتفكر تصحى. ففعليا هاي الشغلات كثير كثير بتكون مفيده. وزي ما حكيت لكم كل واحد يدور على الباشن تاعه، يمكن في ناس ما بتحب البسكليت، يمكن في ناس ما بتحب تمشي، في ناس مثلا بتحب اعمل اي شيء. اذا ما بتحب مثلا انك انت تشوف ناس الصبح عادي، بامكانك انه مثلا انت تطلع مع حدا مثلا من اصحابك من عائلتك، ترتب معاه تصير كل يوم. المهم لازم يكون في حدا بيشجعك انك تطلع وتروح وتيجي عشان تلتزم، خصوصا باول فتره. وفعليا انت لما تكون يعني حدا عن جد عم بيعمل هاي الاكتيفيتيز، شوف طبيعه الناس اللي رح تتعرف عليها. يعني بصراحه الناس اللي تتعرف عليهم الصبح غير عن الناس اللي تتعرف عليهم العصر والمغرب. ما في حدا بيطلع الساعه 6 الصبح او 7 الصبح مثلا يمشي وإلا بيكون في عنده بوزيتيف انرجي، بيكون بيهتم بحاله، بيهتم بصحته، مهتم بمستقبله، حدا نشيط، في عنده مواصفات مختلفه عن حدا اللي بيصحى متاخر. فشوف اذا صار في حواليك هاي الكوميونتي، الناس اللي انت بتعرفهم من هاي الشخصيات، قد ايه انت نفسيا رح تصير تحس انه انا كمان بدي اسير هيك، انا كمان بدي اسير وبدي اضل واستمر في هذا الشيء. هذا بالنسبه للمورنينج اكتيفيتيز، دوروا عليهم. واي حدا بحب انه اشبكه مع اي جهه برضه يخبرني، في كثير جهات اشياء بتعملها خصوصا بفتره ايام العطل. يعني كايام الدوام في ناس بتستصعب، مع انه في ناس بتطلع وبتروح ايام الدوام، بس مثلا زي ما كنا نحكي الجمعه والسبت حلو انك تطلع بس من 8 للتسعة مثلا وتروح خلص، بعدين تبلش يومك، بتبلش يومك مع الناس العاديين اللي صحوا على 10 وعلى 11، ما خسرت شيء انت فعليا، بالعكس انت كسبت شغله، تحس انه وال كل هاي الساعات ضاعت. هاي الشغله مرات بنحسها اذا احنا بنطلع بكير مثلا، بنضطر لشغله بكير وبتروح مثلا يوم الجمعه على الساعه 10 الصبح مثلا، تروح تلاقي البيت كلياته نايم والشارع كلياته السيارات صافه، فبتكتشف انك انت هيك زي سوبرمان انك طلعت عملت مليون شغله وهلا روحت. فبرضه الاكتيفيتيز والكوميونيتيز اللي فيها ناس بتصحى بكير اتعرفوا عليهم وحاولوا يكون في حياتكم ناس بتصحى الصبح بكير. هاي الشغله ممكن أعلق على نقطة بعد إذنك. أكيد تفضل. أنا طبيعتي بسافر كثير من طبيعة عملي، يعني يمكن زرت يمكن لغاية الآن أكثر من حوالي 38 دولة في العالم. ما شاء الله. من ضمنها الصين، بانكوك، سنغافورة، ماليزيا، دول أوروبية، إسبانيا، أكثر من دولة. حقيقة بدي أحكي لك هذول الناس أعمارهم بالذات، يعني يمكن الصين أنا سنويا بروح على الصين مرة أو مرتين. أعمارهم بتوصل ل 99 سنة، لا بيشعر في مرض ولا بيشعر بكآبة ولا بيشعر بشيء بسبب النشاط الصباحي. يعني أنا كنت أروح عليهم الساعة 5:30 صباحاً، بنزلوا إلهم حدائق، هاي اللي قاعد بلعب، اللي بنطنط، اللي بلعب حبل، عمرهم 70 و80 سنة. يعني تخيل لما بيجوا على دوامهم الصبح قمة النشاط، قمة يعني very very fresh. مش إحنا الواحد لغاية الساعة 8 نفسه يروح ولا ما يروح، وإذا راح على الدوام عندي تيمز للساعة 9 تأمنه يشرب القهوة ويجهز حاله ويقعد على الكمبيوتر، والدوام للثلاثة يلا على الثنتين ما هو بدنا نجهز حالنا بدنا نروح. يعني صراحة يعني حقيقة الوضع اللي عندهم وضع يعني إشي لا يصدق والله. عندهم بالليل بعد 8 للعشرة كمان الحدائق والمنتزهات بتكون فاتحة لإلهم،
فبيجيبوا أغاني وموسيقى وهيك، يعني بتعمل حياة معهم إشي ثاني. يعني أنا بقول لك هذا الشعب لما بيستحق إيش له 100 سنة هلا، بغض النظر عن الأمور الدينية وعن العقائدية والأمور هاي كلها، إنه هذا الشعب لما بيعيش 100 سنة يستحق إنه يعيش 100 سنة صح، بدون ما يتعب، بدون ما يشقى، بدون مش كل يوم رايح على مريض روماتيزم وساعة ضغط وساعة سكري وساعة قلب. إحنا ما بتحكي على الواحد إلا كنت عند المريض وجيت من عند الدكتور ورايح على الدكتور وراجع من عند الدكتور. فهاي لزملائنا للشباب الصغار يعني اللي ما شاء الله عليهم، والأخوة الزملاء اللي معانا اللي بعدهم طلاب، وبحاول يعني هاي الأمور أزرعها في أولادي، لأنه هاي هي يعني أنت ما بتشعر في الحياة إلا إذا أنت جربت هاي الأمور كلها. صحيح صحيح. وبتعرف يعني حضرتك حكيت نقطة كتير مهمة اللي هي موضوع إنه أنا أزرع بأولادي. تخيل لما الشباب في هذا العمر يبلشوا باللايف ستايل من هلا، فعليا بكره لما يصير في عنده ولد واثنين وثلاثه، لما يجي يحكي لهم، لما يتعود الولد انه مثلا ابوه عم يصحى على 5 الصبح كل يوم وعم يطلع وعم يعمل عم يسوي، بحس انه هذا الوضع الطبيعي، ما بحس حاله انه حدا خارق للطبيعه عشان بيعمل هاي الاشياء، فبصير هذا جزء من الروتين اليومي. فعشان هيك احنا دائما بنحكي انه خلينا نبلش بعمر صغير، عشان احنا بس شوي يصير عن جد نقدر يعني ننشئ حتى الجيل الجاي انه يكون هذا الوضع الطبيعي. يعني أتمنى إنه لو عن جد نسبة من الناس عن جد تصير إنه هي عم تشتغل على هذا الموضوع من هلا. ففعلا صحيح، ويعني وللأسف يعني زي ما كنا نحكي هلا إنه فعليا إحنا هاي الأشياء موجودة بالثقافتنا وبأديانا وبكل الأشياء اللي عنا موجودة، فإحنا الأولى إنه إحنا تكون عنا موجودة أصلا وإنه نشتغل عليها. ففعليا يعني هذا الشيء كتير مهم، ويمكن يعني يمكن انا قضيت يعني تقريبا نص المحاضره واحنا نحكي على بس فتره الصبح، بس فعليا هي هاي الفتره اذا احنا ركزناها صح يومنا كلياته بيمشي بطريقه كتير صح. في شغله كمان هون كنت بدي احكيها اللي هي موضوع ايام الجامعه لطلاب الجامعه. فعليا دائما في بيكون عندنا باصات، يعني مثلا بيكون في باص، يعني بتذكر ايامي كان في باص على 7:15، في باص على 8، في باص على 10، مرات بتضطر انه انت محاضراتك بتبلش على 10 او على 11. حاولوا دائما اطلعوا بالباص اللي الصبح بيكون اول باص بيكون. اول شيء احنا يعني طبعا زي ما بنعرف واحده من اكبر التحديات عندنا في الاردن او في يمكن في معظم البلاد اللي هي مشكله الازمه. فعليا اكيد بتعرفوا كيف اللي بيطلع على الساعه 7 وكيف اللي بيطلع على الساعه 8. فعليًا إذا بتطلع الساعة 8 بتوصل 9 وشوي، إذا بتطلع 7 ممكن تصل 7:15 7:10، الشوارع فاضية، بتحس إنه العالم ملكك. في كتير ناس نايمين، أنت لأنك صحيت بدري فأنت مميز عن غيرك، فأنت بتستحق إنك أنت تعيش حياة كتير أحسن. الهواء نظيف، الشوارع نظيفة، الناس اللي ماشي بالشوارع أجين ناس نشيطة وناس عندها تارجت، مش زي الحدا اللي طالع على 9، في واحد طالع هيك يتمشى، واحد طالع مثلاً يطلع مع أصحابه، بس اللي طالع على 7 لا، طالع في عنده تارجت معين، في عنده روح غير. فالناس اللي أنت بتقابلها، يعني بصراحة أحكي لكم أنا مثلاً هلا لما بطلع بالسيارة، لما بطلع على الساعة 7، حتى الناس اللي الصبح بتمرقك أو بتحكي لك مثلاً بتكون تحترمك لما تيجي بدك تمر بالسيارة، بتكون الناس بتكون بتجنب، بتشوف شعب مختلف عن الشعب اللي بتشوفه الساعة 8. فعليا نشوف الأزمة واللي ما حدا برضى يطلعك، ما حدا وكل واحد بزمر وكل واحد بصرخ، فبتشوف عالم مختلف تماما، ما بتوصل أصلا على دوامك ولا أنت مستنزف. فعليا إذا بتطلع على 7 مثلا بتشوف عادي الشوارع فاتحة، إذا بتطلع على 6، يعني أنا بتذكر مرات كنا نطلع أيام كان في الماراثونز بتاعت الماراثونات اللي بتصير في عمان، إنه نضطر مثلا نطلع على 5:30، تطلع على الشوارع إنه عادي يكون المشوار بعيد عن بيتي في الوضع الطبيعي 3/4 ساعة أو ساعة. فعليا أنا بكون مثلا ب 15 دقيقة أنا أكون وصلت. ليه؟ لأنه فعليا الشوارع فاضية نظيفة، كل شيء غير. فدائما اطلع في الباص تاع الصبح، حتى لو ما كان عندكم محاضرة مثلا على 8، حتى لو محاضرتك 9 أو 10، ما تطلع باص 9، لأنه باص 9 وباص 8 فرق شاسع بينهم بيكون. هاي برضو من النقاط، حتى لو كان معك سيارة اطلع كأنه دوامك بكير، حتى لو كان دوامك متأخر. فترة رمضان مثلا قد في ناس كانوا مثلا إنه الدوام يتأخر للعشرة، ما تطلع على 9:30 لأنه كل الأردن طلع على 9:30. ففعليا لا، اطلع أبكر شوي، اقعد مع حالك، اعمل أي أكتيفيتي أنت بدك إياه، المهم ما تبلش في الشوارع في نص الأزمة، لأنه هاي الشغلة لحالها ممكن تقلب يومك كله، يكون متنكد بس بسبب الأزمة هاي يعني والأشياء اللي بتصير. هاي واحدة من الأشياء. هاي بعرفكم على جامعتي البتراء اللي كنت فيها وحاليا بشتغل فيها. طبعا كل جامعة بتلاقوا فيها بلان زي هذا، إذا بتفتحوا على الويب سايت تاع جامعتكم رح تلاقوا فيها زي هذا المخطط. فعليا حتى لو كنتوا بتشتغلوا بشركات مثلا في كامبس كبير برضو رح تلاقوا في مخطط لهذا الشيء. فعليا لما كنا نروح على الجامعة
في ناس كانت تدخل هيك على المحاضرة ترجع على الشخصة، بعدين تاني يوم تيجي تدخل تروح تحضر على محاضرتها ترجع تطلع مرة تانية. بس بالمقابل أنت عم تحكي عن جامعة كبيرة فيها كتير فاسيليتيز، فيها كتير ناس، فيها كتير أشياء، فليه أنت ما بتعرف عنها إشي. كتير كتير بحزن لما بلاقي في طلاب بيجوا عنا وقت التخرج بنحكي لهم مثلا والله اطلع عند المصور عشان تجيب صورك، او مثلا روح مثلا جيب شغله من المكتبه، بحكي لي وين المكتبه، او بحكي لي وين الصاله الرياضيه. طب انت قاعد 4 أو 5 سنين في جامعه، ما كان عندك فضول تشوف كل التفاصيل اللي فيها. هل انا بعرف احنا يعني للاسف هاي الشغله مو موجوده بالكالتشر تاعتنا، انه انت روح خذ محاضراتك وروح وبدي تنجح وتجيب معدل، بس فعليا يو كان مانج يور تايم انك انت لو كل يوم ربع ساعه. يعني هاي واحده من الاشياء برضو اذا بدنا نرجع ريليتد لموضوع الصبح كمان، ضل نرجع لقصة الصبح. فلين إذا أنت بتوصل قبل محاضرتك بدقيقة دقيقتين وركاد، أو إذا بتيجي والدكتور موجود، ما رح تلحق بحياتك تعمل هذا الإشي، لأنه خلال اليوم بتشوف أصحابك بتاكل مش عارف كذا، بخلص اليوم بتروح، وغير التعب اللي بيكون الواحد فيه. بس فلين تخيل لو أنت وصلت على 7:30 بدل على 8 على الجامعة، معك نص ساعة كاملة تلف فيها كل الجامعة، تتعرف على الناس اللي موجودة، تشوف الأشياء اللي عندك، إيش في أنشطة في الجامعة، إيش في أشياء لمنهجية ممكن تستفيد منها، إيش في أشياء يعني حتى إلها دخل في تخصصك موجودة في الجامعة أنت ما بتعرف عنها. فبليز بليز ما حدا يتخرج من الجامعة بدون ما يلف كل نقطة في الجامعة. هيك يعني حطوا البلان هاي عندكم، وعن جد كتير بحب أشوف هاي الشغلة لقدام، إنه كل حدا يحط البلان عنده في البيت ويصير يعمل تيك. بتعرفوا كيف الحدا اللي الناس اللي كتير بتسافر بيجيبوا خريطة العالم، بيصيروا إنه مثلاً والله أنا سافرت على أستراليا بلونها، أنا سافرت على مثلاً مش عارف وين بلونها، لحد ما هو حلم حياته إنه يخلص الجامعة يخلص العالم كله ويلفه. أنا ما بدي أكتف العالم، لف الكامبس اللي أنت موجود فيه، إن كان مدرسة أو جامعة أو شغل أو إيش مكان، اتعرف على كل الناس اللي موجودين وشوف كل المرافق اللي موجوده. هاي الاشياء موجوده لك، انت لما سجلت في الجامعه انت في جزء من البلان تاعتك انك انت تتعرف على هالاشياء. هاي الاشياء ما نعملت بس عشان نحكي انها موجوده في الجامعه، حكينا عنها عشان الناس تروح وتشوفها وتستفيد منها. فهاي واحده برضو من الاشياء يعني بتمنى هيك باخر السنه هيك تكون ملونه كلياتها، انه دان انا ما في نقطه في الجامعه الا انا بعرفها. بس لو إشي تراكمي بعشر دقائق ربع ساعة الصبح، اليوم بدي أروح أشوف المكتبة، بكرة بدي أروح أشوف الرياضة، بعد بدي أروح أشوف الشطرنج، بعد يمكن تكتشف في حالك مواهب وأشياء أنت ما كنت تعرف إنها موجودة فيك. الشغلة الأخيرة السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا أنا يعني بكل إشي في حياتنا خلينا نستثمرها بطريقة إيجابية، لأنها ممكن تصنع بني آدم مختلف تماما. كل جامعة بنسجل فيها بيكون في عندهم صفحة على الفيسبوك. فعليا انا بتذكر لما سجلت في الجامعه بس كنت اكتب على الفيسبوك البترا، كل جروبات اللي لها دخل في البترا جوين 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 جوين، الصفحات لايك 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 لايك. فعليا بتصير تسمع عن الايفنتس اللي بتصير بالجامعه، الفرص، المسابقات. مرات بيكون في فرص عن جد انت مناسبه لك جدا، لمنحه لشغله معينه ما بتعرف عنها بس بسبب انك انت مش متابع. خلي هاي الصفحات موجوده عندك، كثير حلو انك انت تروح تحكي لاصحابك والله اسمعوا في شغله باخر الجامعه، طب انت كيف عرفت؟ نزلوا اليوم على صفحه كذا. فهاي الصفحات كثير مفيده، ما بتعرف من وين بتجيك الفرصه، من اي صفحه او اي مكان. فدائما خليكم برضو مسيطرين على السوشيال ميديا الخاصه بالمكان اللي انت فيه، ان كان جامعه، وبنرجع نحكي حتى لو كنت بتشتغل في مكان برضو خليك متابع، حلو تشوف ايش في قصص نجاح عندك في الجامعه، ايش في. يعني بصراحه مثلا كثير ناس مثلا بحكي لك انه والله انا جامعتي ما عمرها طلعت شيء، ما عمرها عملت شيء، مع انه ما في جامعه في اي مكان في العالم الا في عندها قصص نجاح وفي عندها اشخاص مميزين. طب انا كيف بدي اعرف عن هدول الاشخاص؟ تفتح صفحتهم بتلاقي والله فلان تكرم، فلان مثلا سافر، فلان عمل شغله معينه، انجز انجاز. فكل هاي التفاصيل انت ما بتقدر تعرفها الا اذا كنت انت متابع السوشيال ميديا نمبر 1 في هاي الاشياء. برضو اول ما تسجل في الجامعه زي اي مكان انت بتروحوا عليه، زي اي شغله احنا بنشتريها، احنا لو بنشتري بس موبايل مثلا، هذا الموبايل انت فعليا بيكون فيه معاه مانيوال، افتحه وشوف ايش فيه تبس واشياء معينه. فعليا ليش في كثير ناس بتعرف هاي الاشياء وناس ما بتعرف؟ لانه في اشياء مكتوبه، ما في حدا بيحطك في مكان الا انت بتكون في جايد لاين معين انت بدك تمشي عليه. حتى الناس اللي بتشتغل دائما في جوب ديسكريبشن، هذا الشيء مش شيء روتيني، هذا الشيء نحط عشان انت تقرا وتعرف ايش لك وايش عليك في المكان اللي انت بتشتغل فيه. فدائما في جايد لاين لاي مكان انت بتروح فيه، في شيء اسمه جايد بوك لازم تجيبه وتقراه لو تصفح هيك سريع، انك تكون عارف ايش التفاصيل الموجوده فيه. هذا الكتاب من الكتب اللي لطيفه جدا وبنصحكم تجيبوه، اللي هو اسمه 10 امور تمنيت لو عرفتها قبل دخولي الجامعه.
وهاي نصيحة للكل، إنه دائماً لما بدكم تجربوا أي تجربة جديدة بالحياة، اقرأوا الناس اللي مرقت في هاي المرحلة شو كانت بتتمنى في هالفقرة، وإذا ما بدكم تقرأوا اسألوا الناس اللي أكبر. يعني دائماً يعني زي ما كنا نحكي قبل شوي، الحد اللي مثلاً جرب تجربة معينة أكيد في أشياء عملها زبطت معه وفي أشياء عملها ما زبطت معه، اسألوا إيش الأشياء اللي ندمت عليها وكان نفسك تعملها ولو يرجع فيك الزمن تعملها وتعلم منها. ما في داعي إحنا نعيد دائماً التجربة السيئة، طالما في حل أنت تتعلم منه ممكن تختصر كتير مشاكل بكل الأشياء اللي بحياتنا، إن كان أشياء اجتماعية، أشياء أكاديمية، أشياء وظيفية. دائماً اسأل الحدا اللي جرب الإشي قبلك وخذ من فكرته. هلا دائما برضو في نقطه انه احنا دائما يعني في كل واحد له حياته الخاصه، يعني احنا ما بنيجي والله مثلا اذا فلان حكى لك هيك انا بدي ارد عليه بشكل كامل، لا، يمكن الشيء اللي زبط معي ما يزبط معك، الشيء اللي ما زبط معي انت تكون كثير مبدع فيه فيزبط معك. بس احنا خلينا نكون على اطلاع ايش الاشياء اللي ممكن انه احنا نتفاداها قبل ما احنا نكون في المرحله اللي احنا فيها. هاي برضو واحدة من الأشياء اللي هي بتلاقوها في كل الجامعات وفي كل الأماكن، حتى يعني حتى مثلا حتى في الشوارع، اللي هي الإعلانات. فعنا لوحة إعلانات دائما بتكون موجودة، بنحط عليها إعلانات للأشياء اللي إحنا بدنا إياها بكل الكليات بكل المرافق، وفي الشاشات الإلكترونية اللي بنزل عليها كل الإعلانات. فعليا لو أسأل كثير طلاب، أنت طول اليوم قاعد في جوا الكلية وقدامك في شاشة، شو الإعلانات اللي موجودة على الشاشة؟ للأسف ثلث أرباع الطلاب ما بيكونوا قرأوهم ولا تبعوا إيش أشياء. هاي الشغلة من الأشياء برضو اللي بتزيد الانتباه عندنا. إحنا فعلياً أي مكان بتكون فيه، حتى لو مثلاً كنت في الشارع ومرأت من الشارع وشفت إعلان، اقرأ شو الإشي اللي فيه. يمكن هذا الإعلان يكون فيه إشي يغير حياتك، بس أنك ما قرأته راحت عليك وواحد غيرك استفاد من هاي الفرصة. فبرضو دائماً تبعوا، دائماً تعلموا اقرأوا أي إشي بتشوفوه قدامكم، اقرأوا اللوحة اللي قدامكم، شوفوا إيش الأشياء اللي عليها، لأنها ما حطت على الفاضي، حطت لسبب. التطوع 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 فعليا يعني التطوع من اكثر الاشياء اللي بتبني عند الانسان خبرات متراكمه ومفيده. والشيء المميز بالتطوع ان انت مو مضطر انك انت تكون عليك مسؤوليات كثير كبيره. فعليا ممكن انك انت تتطوع مع حدا بمكان هو اصلا للشغل، بس فعليا انت لانك لساتك طالب جامعه لسه ما عندك خبره كثير كبيره، بس بدك تروح تشوف كيف الشغل تساعدهم باشياء بسيطه. أهم شغلة في التطوع إنك أنت مو مضطر إنك أنت تتحمل مسؤولية كتير كبيرة، هم عارفين إنك أنت طالب وعارفين إنك أنت لسه شخص مش 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 مسؤول عن هذا الإشي 100%، فبكون نسبة الخطأ محتملة منك أكثر من لما تكون موظف. الموظف هو شخص مسؤول، بدك تكون أنت شخص خلاص فاهم كل شغلة، كل غلطة بتغلطها بدك تتحاسب عليها. بس المتطوع هو فعلياً شخص هو معروف إنه هو جاي يتعلم من هذا المكان. طبعا التطوع كثير ناس بتكون دائما يعني لما مثلا حتى لما بنيجي نعمل للطلاب السيفيات تاعتهم بسأل الطالب انه انت وين تطوعت، بحكي لي انا ما عمري تطوعت. ليه؟ لانه هو ماخذ فكره انه التطوع هو بس اني انا اروح ازور دار مسنين واروح ازور ايتام. هذا جزء مهم جدا وانساني جدا التطوع ومهم، لكن هو مش التطوع الوحيد في الحياه. التطوع كثير مجاله اوسع. تطوع ممكن انك انت تتطوع مع جهات باشياء مثلا لها دخل في تخصصك، يعني قد مثلا في ناس تشتغل في مجال الابحاث مثلا، تتطوع مع شركات انه مثلا والله بدي تساعدني ببحث الفلاني، تحكي مع الناس تسالهم كذا. ممكن كثير مرات مثلا تتطوع بشركه بعد ما تتطوع فيها يحسوا انك انت شخص عن جد عنده شخصيه لطيفه وعم تتعلم بسرعه، بعد ما تتخرج تلاقي فرصه. وقد ناس كانوا متطوعين في يوم من الايام صاروا موظفين في مكان. وبصراحة بعد ما يتخرج الواحد بصير يحسبها إنه أنا بدي أروح أتطوع هون فور فري، طيب ما هو أنا بدي أشتغل بدي راتب عشان بدي أمشي أموري. بس أنت في الجامعة لا، فرصتك إنك أنت تتطوع كتير كتير أكبر. في أشياء تطوع جوا الجامعة وفي أشياء برا الجامعة، في تطوع جوا البلد وفي تطوع برا البلد. واحدة من الجهات مثلا زي آيزك مثلا، آيزك مثلا بتعطي أشياء خارج الأردن بتقدر تتطوع فيها. موقع فرصة، موقع فرصة من المواقع اللي هو يعني اسم على مسمى. وقدي أنا بعرف ناس صحت لهم فرص كتير كبيرة بسبب إنهم هم لقوا إعلان على موقع فرصة فاتوا عليه وفاتوا بكوميونيتيز كتير خرافية. فهاي واحدة من الأشياء اللي كتير أنا بنصحكم فيها، اعملوا لايك لصفحة فرصة واعملوا أكاونت على الموقع تاعهم. هو موقع زي التواصل الاجتماعي زي كيف الفيسبوك، في كتير تفاصيل، بس أنت بتشوف إعلانات بس لأشياء فرص. والحلو فيهم انهم هم بحطوا الاعلانات بطريقه كاتيجوريز، يعني مثلا ممكن انت شخص تهتم بالتصوير بيجي بيحكي لك في عندنا 30 فرصه لمحبين التصوير،
بتلاقي مثلا في مسابقات، ممكن مثلا يكونوا حاكين لك بدنا صوره لتعبر عن الشتاء مثلا، فانت مصور صوره للشتاء كثير حلو، بتروح تبعتها تربح كاميرا مثلا، تربح شغله كثير خرافيه او دوله مثلا للتصوير. ممكن مثلا اشياء لها دخل في مجالات مثلا التنميه البشريه، اشياء لها دخل بتخصصك نفسه، فانت بتصير تشوف ايش الشيء اللي عندك فاشن فيه، ايش هواياتك، ايش تخصصك، وتلاقي حلقه مشتركه بين هدول الاشياء، وابعت ودور وجرب. وفترة الجامعة حلو إنك أنت تقدر تجرب، يعني مش إنه أنت مضطر لإشي إنك والله بدك تكمل فيه لآخر يوم بحياتك، جرب كتير أشياء عشان حتى بس تتخرج تكون لما يسح لك فرص شغل أكثر من فرصة شغل. وكتير ناس تضحك على هاي النقطة لما باجي بحكي لهم إنه كتير فرص شغل، إنه إحنا لا بنقدم، إحنا بدنا نوصل لمرحلة إنه طالب الجامعة مش هو يروح يقدم السيفيات ويقعد يترجى في الأماكن إنه إن شاء الله شغلوني، بدنا الشركات هي تصير تحكي معاكم، تصير الشركة تحكي لكم والله عندي فرصة معينة بتناسبك ولا لا، وانت يصير في عندك اوفر واثنين وثلاثة وتصير تنقي من بينهم. وهذا الشيء انا يعني انا بشوفه بعيني بكثير طلاب لسه فريش متخرجين، بس ليه اشتغل على حاله بالثلاث اربع سنين هدول، لما تخرج فعليا كانت في فرصة مكان ما تطوع بدهم اياه، ومكان ما اشتغل هو بالجامعة بده اياه، ومكان الناس اللي شافته على السوشيال ميديا بينزل قديش هو اكتف بدهم اياه، وهو محتار يعني يجي يحكي لك انه عندي 1 2 3 مين احسن، ويصير يبلش انه والله مثلا انا الراتب هذا ما بناسبني، لو تزيدوه شوي انه ممكن افكر فيه. حلو نوصل لهاي المرحله، ما نصفي انه احنا عم نعمل السي في. يعني انا باسف لما بيجي الطلاب بيحكي لك انا قدمت 10 و20 و30 سي في وما حدا حكى معي. طبعا هاي نقطه ثانيه ان شاء الله هيك يعني تستفيدوا منها لقدام، يعني بنقدر نفيدكم فيها، اللي هي موضوع انه كيف السي في تنكتب، كيف الانترفيو تكون. بس احنا قبل ما نوصل لمرحله السي في وقبل ما نوصل لمرحله الانترفيو احنا بدنا نكون جاهزين عشان لما نكتب السي في تكون السي في جاهزه، نكون احنا السي في اللي بتحكي عنه. ما في داعي مش انه انا اقدم السي في واحكي له ان شاء الله شغلني، لا هو يجي يحكي لي اعطيني السي في تاعتك اشوف، لان انا شايف قدامي شخص بيستحق انه يشتغل في هذا المكان. فهي واحده من النقاط اللي كثير مهمه، فإن مثلا نحن من اجلكم وتطوع الاردن كلمه خير، هذول من الجمعيات اللي بيعملوا اشياء، مجددون مثلا بيعملوا ايفنتات اسبوعيه بالعاده، يعني ان شاء الله هلا الدنيا بتفتح يبلشوا يرجعوا شوي لنشاطهم، بكثير بكثير مفيده. في عندنا منصه نحن برضه اللي هي منصه تابعه لمؤسسه ولي العهد، برضه بينزلوا عليها فرص تطوعيه رائعه ان كان على اونلاين او اوفلاين، وبعطوكم فيها شهادات معتمده بتقدروا انكم تحطوها بالسي في برضه معكم. فهاي بالنسبه لمثلا إذا الاشياء. اذا ممكن اضيف نقطه على موضوع الفولنتير، يعني حقيقه أكيد. انا خلال وجودي يمكن انا صرت تقريبا اتدرب عندي، انا بحكي في مجال الهندسه لانه البرنامج تبعي والانجينيرنج هي الديبارتمنت تبعي، يعني بحكيها لكثير من المهندسين، يعني لما انت بدك تيجي على موقع زي هاي اول شيء مين احسن، تضلك نايم بالدار بعد التخرج وتاخذ من والدك وتصرف عليك في القعده وانت متخرج عشان تتعلم وتستفيد؟ اوكي الاوضاع صعبه، ومرقنا في موضوع وضع كورونا قبل سنه ونص وما زالت الاوضاع كلها صعبه، ايش المانع انك تروح تتدرب في مؤسسه زي هيك؟ والله العظيم معظم الاشخاص اللي اجوا عندي فولنتير معظمهم تعينوا، لما كنت ما اطرح وظيفه مهندس لما يجي على المقابله اختاروا هو الاولى صحيح، يعني هو بكفي سنه ونص سنتين وعندي مهندسه 4 سنوات قعدت معنا، يعني هو الاولى بعد كل هالتعب انك انت تاخده، وفرصه انه بكره لما ياخذ سي في اقل ما فيها انا اشتغلت متطوع سنتين او سنه ونص او 4 سنوات في منظمه دوليه، بكفي صحيح. انك عارف شو البلانينج والادمنستريشن والتشالنجز وكل شيء عندهم الخبرات. لكل زملائنا اللي معانا في الدوره ولاهلهم ولزملائهم ولاخوانهم، اي فرصه تتاح لك تكون فولنتير ما تضيعها. يعني انا كنت فولنتير قبل اليو ان مع الريد كروس اند الهلال الاحمر والصليب الاحمر دولي، زرت 18 دوله معاهم، اوغندا، رواندا، دول ما حلمت من دول مشروع الفقر تبعنا. انا كنت بس كنا نزور دول، مشينا في برنامج، شفت الدنيا، شفت العالم، يعني انا حاط حالي هون وخلص، لاني مشتغل ولا انا عامل، لا والله اقل ما فيه شفت العالم، مصروفك، تذكره طيرانك، كل شيء، بعدها في مجال تنطلق، انطلقت صحيح. بعدها وجدت وظيفه اليو ان عندنا بالاردن، فهذه فرصه الله. لزملائنا اللي موجودين ولكل واحد له اخ له اخت انه يكون متطوع، والعمل التطوع عمل خيري، والله اقل ما فيها بتلاقيه بصحتك وبعافيتك وفي اهلك كسب اجر فيه، صح؟ مزبوط نعم. صحيح، شكرا شكرا، يعني في عنا قصة نجاح فخمة هون، يعني شكرا جزيلا، يعني شكرا على مداخلاتك الرائعة صراحة، يعني إضافة رائعة، وفعليا عن جد هذا الإشي قد بحفز إنه الإنسان عن جد إنه يشوف إنه هيو في ناس مشيت في هذا الطريق
ووصلت لأشياء كتير كتير لطيفة والأشياء اللي هي بدها إياها. فشكرا جزيلا لك. هلا الفكرة في الموضوع عن جد يعني فعليا التطوع قد حتى بعرفك على العلاقات، يعني فعليا بتصير أنت معروف عند الناس، عارفين أنت شو شخصيتك، مش لسه بدك تروح تعرفهم على حالك، عارفين يعني مثلا حتى فكرة مثلا الدوام، لما أنت تروح الدوام في كثير مثلا طلاب بحكي لك إنه أنا عمري ما جربت مثلا أروح على وظيفة وأقعد في مكان ويصير في عندي مسؤوليات وأشتغل وهيك، بنصدم لما يجي يشتغل إنه في كثير أشياء هو ما بعرف يتصرف فيها حتى as skills. لسه غير إحنا لسه بنحكي عن حط الجانب المنهجي هذا اللي بده شغل كثير اللي هو نفس التخصص اللي إحنا بندرسه، في جانب soft skills هذا اللي ما بنبنى إلا بالشيء العملي. لو أخذنا مليون دورة فلين الجانب العملي هو الأساس، إنه إحنا نجرب حالنا نشوف إيش اللي بينفع معنا وإيش اللي ما بينفع معنا. فزي ما حكينا في عنا جهات زي ما حكينا في أشياء تطوعية، إضافة لهيك في أشياء تطوعية أونلاين. يعني مثلاً أنا واحد من المشاريع اللي كتير بحبها مشروع مطر مثلاً. مشروع مطر هو مشروع لإعطاء المكفوفين فرصة إنهم هم يدرسوا بطريقة على اللي هو طريقة بريل، بس فعلياً في كتير كتب إلهم بتكون في الجامعة مو مسجلة صوتياً ولا في إلها كتب بريل اللي هي كتير بتكلم. ففعلياً كتير بعرف ناس كانوا يسجلوا هاي الكتب، يعني مثلاً إيش مثلاً إنه بعتوا لهم عدد صفحات معينة، هو في البيت قاعد مطلوب منك مثلاً ثلاث صفحات مثلاً سجل لنا وبعت لنا إياها، بجمعوا هاي الكتب والناس بتاخذها. زي ما تفضل المهندس قبل شوي إنه فعلياً إحنا بنحكي على موضوع قد أنت بتكسب أجر وقديش هذا الشيء بيرجع لك، وقديها نفسياً أنت بتحس حالك قدمت إشي لمجتمعك. إضافة لهيك أنا بعرف ناس منهم اكتشفوا إنه هم مثلاً شاطرين بالتعليق الصوتي، صوتهم حلو، بعدها اشتغلوا مثلاً بإذاعات، غيرهم اشتغلوا بإذاعات مثلاً اشتغلوا بالتعليق الصوتي مثلاً للموفيز اللي بيكون فيها صوت وأشياء زي هيك. فشوف أنت ممكن تكتشف، ممكن هو كان مفكر بالأول أنا بس بدي أفوت بس أفيد هدول هاي الفئة من المجتمع هي المكفوفين، بس بالمقابل طلع بموهبة هو عمره ما خطرت على باله إنه هي موجودة. ففعلياً هاي الأشياء كلياتها شوف قد إحنا عم نستفيد منها. فوكس فوكس فوكس. فعلياً كتير ناس بيحكوا إنه مثلاً أوكي إحنا موضوع تخصصنا كتير صعب، فأنا في الجامعة مثلاً ما بقدر إني أنا أوفق بين دراستي وبين التطوع وكل الأشياء هاي اللي بتحكي فيها، أطلع أمشي إنه كلهم 24 ساعة لأنه. فعلياً موضوع التركيز موضوع جداً مهم، اللي هو أنت فعلياً مثلاً لنفترض أنا في عندي امتحان، فأنا حاطة إنه خلال 4 ساعات بدي أدرس هذا الامتحان، وأنا بدرس بالامتحان بدي أعود حالي إنه أنا ما أفكر إني أنا بدي أطلع مع صحباتي بعد ما أخلص دراسة، ما بدي أفكر إنه أنا مثلاً بكرة بدي أعمل الإشي الفلاني، بكرة في عنا رحلة، بعده في عنا مش عارف شو، أنا الكم ساعة هدول بس بركز بدراستي. بالمقابل أنا قررت أطلع رحلة، أنا بدي أنسى إنه أنا عندي امتحان، بدي أركز إني أنا بدي أطلع أنبسط مع أهلي، بدي أعيش اللحظة بكل تفاصيلها قد ما كانت لو كانت 2 3 ساعات. مرة على مرة بتصير أنت تقدر تفصل، يعني أنا مثلاً ممكن إنه مثلاً أجي بدي مثلاً أقدم امتحان هلا وبعد ساعة أنا في عندي حفلة، خلص أنا خلصت الامتحان أنا بدي روح أنبسط بالحفلة، ما عندي استعداد قاعد أفكر إني أنا خبصت في الامتحان ولا زبطت، أنا عملت اللي علي وكت على اللي بعده. ففعلياً هذا الشيء كتير بخلينا نقدر إن إحنا نعمل كتير أشياء. التطوع نفس الشيء، في كتير ناس أنا بعرفهم عادي ممكن إنه مثلاً يروح يتطوع مثلاً درس امتحان وخلص كل شيء، يتطوع من الساعة 8 للساعة 11 بإيفنت معين، على الساعة 12 عنده امتحان ما عنده أي مشكلة، وهو بالتطوع ما بفكر إنه أنا في عندي امتحان لأنه هو درس قبل وخلص الخمس ساعات اللي درسهم كانوا كفاية، راح الامتحان ما بعد هو في الامتحان صافن بتذكر والله التطوع اليوم كان حلو والله اليوم عملنا كذا، لا. فهذا الإشي شوي شوي بصير، يعني بالبداية يمكن شوي الواحد يعاني فيه لأنه صعب إنك تقدر تفصل، بس مرة عمرة حتى تنظيم النوم بيساعدك على هذا الإشي، بصير يخليك حتى تقدر تفصل. حتى مرات الواحد يعني للأسف بيضطر إنه مثلاً والله في عنده يعني لقدام إن شاء الله بس تتخرجوا ويصير في عندكم مثلاً بدكم تعطوا محاضرة معينة ولا بدكم مثلاً تطلع على الستيج تحكوا في إيفنت فيه مثلاً بيستناك 2001 يعني يستنى فيك بده إياك تحضر إيفنت، صار معك موقف كتير سيء قبل ما تطلع على الستيج تحكي، ما بينفع إنك أنت تيجي تحكي لهم والله أنا نفسيتي تعبانة ما بدي أحكي، لا أنت صرت شخص مسؤول. طب إيش بدي أعمل؟ لا أنا بدي أكون مدربة من أيام الجامعة إنه أنا لما بدي خلص أنا بدي أفصل أطلع أخلص اللي علي، في علي واجب معين بخلصه بعدين برجع بعمل اللي بدي إياه. ففعلياً موضوع الفوكس كتير بيأثر في حياتنا وبيخلينا ننبسط، حتى يعني أنت لما تصير تطلع مثلاً طلعة وأنت مخلص امتحانك وانبسطت في الطلعة
انت بس تروح البيت بتكون قادر انك انت تشتغل بكل الفوكس اللي عندك، لانه جسمك حكى لك شكرا، انا انبسطت اليوم، نفسيتك مرتاحه، حاسس حالك انك عملت إشي لحالك قبل ما انك تعمل هذا الشيء. هذا الشيء حتى بياثر على علاقاتنا. كثير سيء انه احنا مثلا نكون قاعدين مثلا مع اصحابنا وصافنين في الدنيا انه والله انا بكره عندي امتحان، انا والله عندي تسليم، لا انا طالعه انا بسط، بدي انا بسط وابسط اللي معي عشان اروح يكون مرتاحه اني انا بدي اروح اشتغل. فحتى علاقاتنا بتتاثر في هذا الموضوع. في مجموعه من الاشياء هيك بس سريعا اورجيكم اياهم، برضو اعملهم سكرين شوت هذول. في حلقات على اليوتيوب لمصطفى حسني اسمها عمال الارض اداره الوقت، وحلقه ثانيه اسمها التركيز. هذول الحلقتين احضروهم، فيهم تيبس كتير بسيطه ولطيفه جدا تقدروا انكم تستفيدوا منها، واذا طبقتوهم فعليا بتبلشوا عن جد تركزوا بطريقه كتير احسن. اذا نحكي على الكتب، هلا شوف انا دائما برضو هاي نقطه كتير بحب احكي عنها، انه دائما دوروا على الباشن اللي عندكم. يعني انتم مثلا حدا ما بيحب يقرا، عادي مش عيب انك ما تحب تقرا، مع ان القراءه ضروره زي ما احنا دائما بنحكي. لكن اذا انت بدايه ما بتحب تقرا اشياء كتير ارتكلز كبيره، بتحب تتفرج على فيديوز، في فيديوز، بتحب تسمع كتاب صوتي اسمع، بتحب والله تقابل حدا انه مثلا تحكي معاه فيفيدك بمعلومه، شوف الطريقة المناسبة إليك، المهم توصلك المعلومة. فمثلاً إذا بتحب إنك تفتح اليوتيوب وتقرأ، شوف هذول الحلقتين. إذا بتحب تقرأ، في كتاب اسمه The Power of Focus، برضو الكتاب هذا رائع وفيه تيبس كتير بسيطة ولطيفة، ممكن تبلش معك من الصفر حتى لو كان تركيزك كتير سيء، لأنه مو عيب، بس العيب إنه إحنا نضل هيك. لكن إنك أنت ما بتركز عادي، هذا شيء كتير طبيعي موجود عندنا، لكن إحنا ما بنفع نضل هيك. بعدين اللي هي موضوع إنه أنت لازم تعمل سكجول، يعني ترتب أمورك اللي حكينا عنها من الأول، اللي هي فكرة إنه أنت بترتب أمورك بعدين بتبلش تفكر في موضوع إنه أنا والله بدي مثلاً بكرة أغير السكجول تاعي عشان أنا والله طلعت لي شغلة مفاجئة. بس لما تطلع لك شغلة مفاجئة، هاي واحدة من الشغلات اللي مرات مثلاً لما بيرن حدا علينا تليفون، كثير مرات مثلاً حدا بيرن بتتفرج على التليفون، أكيد في ورطة من وراء هذا التليفون، ما بترد. ليه ما بترد؟ لأنه أنت فعلياً مو محضر الجواب اللي بدك تحكيه. إذا حدا حكى لك والله مثلا بكرة بدنا إياك تيجي مثلا بشغلة معينة وإنت ما بدك إياها، بس لما يكون السكجول تاعك جاهز إنت بترد على أي تليفون وتحكي له والله بكرة عندي 1-2-3، إذا بتحب أنا بشوفك بعد بكرة مثلا. ففعليا إنت بتصير مرتب أمورك، ما بتخاف إنه الناس تفاجئك بأشياء كتير جديدة، بتصير تقدر تساعد الناس بالمهارات اللي عندك بالوقت اللي إنت بناسبك، ما بدلك ترفض أي إشي. يعني مثلا زمان كان يحكوا لنا إنت لازم تتعلم تحكي لا، وهي من الاشياء اللي كتير برضه ضروريه، انه انت ما بينفع والله صاحبك يحكي لك يلا بدنا نطلع تحكي له ماشي، وبعدين واحد يحكي لك والله بدنا اياك تساعدنا بشغله ثانيه ماشي، وواحد كذا، وبكره بينفع بكره تقدم الامتحان اذا كان مثلا في اوبشنز ماشي، بعدين بتصفي ثاني يوم بتزعل ثلث ارباع الناس لانه انت ما قدرت تعمل فوكس على كل الاشياء تاعها. بس هو ليه هيك صار؟ لانه انت مو كاتب. احنا مخنا دائما بحكي لك انه ما يكون في عندك تراست لدماغك، دائما تراست يور بيبرز، دائما اكتب وشطب. وكتير حلو لما انت تشطب وتشوف حالك انه انت يومك واضح قدامك. عادي بس لما حدا بيحكي لك بدي مساعدتك مثلا والله تساعدني بشغلة معينة، تحكي له تكرم، ما في مشكلة، وهذا جزء من التطوع على فكرة، عادي انك انت تساعد الناس اللي حواليك، مو غلط انه مو استغلال. بس الاستغلال متى بيصير؟ لما انت تكون انت هذا الاشي بيكون على حساب وقتك. ومتى بيصير على حساب وقتك؟ لما انت تكون مش كاتب ومنظم امورك. فهاي النقطة مهمة جدا. هيك انت بتكون قادر انك انت ترتب اي ايفنت بيطلع لك في الحياه، تحكي اوكي انا بدي اروح هذا الايفنت، بس ليه؟ لانه انا عندي فيه سبيس من الساعه 7 للساعه 9 مثلا، بس ما في عندي سبيس لا اي ويل سكيب ات. تمام. فموضوع الفوكس كتير بيعتمد على موضوع السكجولينج وانه احنا نكتب هاي التفاصيل. الكورسز زي ما حكينا الكورسز كتير مهمه. في عندنا كتير اشياء فور فري، في عندنا اشياء مش فور فري بمصاري. طبعا حسب انت ايش الشيء اللي انت بدك تاخده وقد انت حاسس انه في فاليو. بس فعليا انت بفتره الجامعه في كثير اشياء فور فري ممكن تاخذها، في ناس كثير تدفع عليها يعني مئات الدنانير مبدئيا. مثلا اول شيء اليوتيوب، اذا احنا بنحب اليوتيوب وبنحب انه احنا نحضر فيديوز، في كثير كلمتين كثير مهمين لازم احنا نتعودهم، هاو تو وتوتوريال. هذول الكلمتين فعليا انت اذا بتستخدمهم وبتحط عندهم اي شيء بدك تصلح شغله في البيت، اكتب هاو تو كذا كذا. والحمد لله حتى المحتوى العربي صار كثير قوي، يعني تقدر تكتب عادي، اكتب بلغتك ما تغلب حالك، كيف اصلح الغساله، كيف اضبط الكيبورد تاع اللابتوب، كيف انكسرت الابسر، شو بدي اضبطها.
كيف أصير مثلاً أحكي بطلاقة قدام الناس؟ كيف ما أخاف بالامتحان؟ كيف أصحى بكير زي ما كنا نحكي قبل؟ مليان فيديوز ومحتوى مختلف بكل اللغات بكل اللهجات وكل الأساليب، بتلاقي في أشياء إنفوغرافيكس، بتلاقي في أشياء ناس بتطلع تحكي قدامك، فهذا الشيء كتير بتلاقي في أشياء مكتوبة. في مجال بس أكيد في مجال أحكي مداخل على هذا الموضوع؟ أكيد مرة صار معي نفس الإشي صراحة. كان موبايلي أنا بفتحه على الفينجر برينت عادة، فالفينجر برينت بطل الديفايس يأخذها، وحكى لي إنه في عندي مشكلة بالهاردوير. فروحت على محل موبايلات، حكى لي هاي المشكلة ما بتنحل من الشركة يعني، ورح تضطر تبدل الموبايل، تخيل لوين توصل. واو. فأنا صراحة فتحت فتحت على جوجل، شفت إيش المشكلة عندي، جربت أكثر من طريقة. صحيح يعني قعدت معي يومين ثلاثة، بس بالآخر زبطت، ما اضطرتش أغير الموبايل حتى الأشياء اللي فيه يعني. يعني عن جد كان فيه أشياء كتير مهمة وأنا مش نقلتها مثلاً على اللابتوب. واو. يعني كنت رح أخسر قديش رح أخسر فايلز، قديش رح أخسر أكاونتات، مليون إشي كان رح يروح علي إذا ما جربت ورديت على هداك الشاب واشتريت موبايل جديد. وقديش مصاري كمان رح أخسر. مزبوط. يعني هاي نقطة كتير مهمة ضحى، وفعلياً شكراً إنك حكيتيها. قدام مرات إحنا ممكن نوفر وقت ونوفر مصاري، ومرات إحنا بنحكي يعني يمكن لسه أقل شغلة بنوفرها هي المصاري، نحط المصاري على جنب. فعلياً شوف الوقت والطاقة والزعل اللي إحنا نزعله على الإشي لأنه إحنا مثلاً ما زبط، بس فعلياً ممكن يتصلح. هذا طبعاً غير عن إنه إحنا فعلياً نحس إنه إحنا الناس بتستغلنا، إنه في أشياء يعني فعلياً مثلاً زي ضحى لما كانت تحكي عن موضوع الموبايل، أدا في ناس مثلا ممكن يصلح شغلة تروح على محل ما يحكي لك إنه مثلا ما بتصلح، يحكي لك إنه مثلا بتصلح مثلا وبيكلف 50 دينار، فيحكي لك لا كتير 50، يروح يدور يلاقي حل، بعد فترة تلاقيه هو بيصلح الموبايلات للناس وفتح بيزنس من وراء هذا الموضوع. فهاي برضو نقطة كتير مهمة، أدا في ناس فتحت أشياء شغل إلها تجيب لها إنكم ثابت في حياتها بسبب إنه هي تعلمت شغلة على اليوتيوب، مهارة بسيطة تعلمتها صارت تطلع من وراها مصاري، ويمكن لقت حتى فرصة شغل بشركة أو في مكان بس بسبب إنها تعلمتها على اليوتيوب، لا درستها بالجامعة ولا حد علمها إياها، بس بسبب موقف زي هيك. فشكراً كتير ضحى على المداخلة، فعلياً يس هذا الشيء كتير بيصير. ففعلياً اليوتيوب قادر، دائماً أنا بحكي حتى قبل ما تسأل أي حدا عن أي إشي جوجلت. مرات ممكن إنه إحنا نسأل الناس على شغل معين الحدا اللي قدامك يضحك عليك أو يحس إنه وال بالله عليك أنت مش عارف، لا بس هو فعلياً ليه حكى هيك؟ لأنه هو عارف إنه موجود على اليوتيوب. قبل ما تسأل أي شخص اسك جوجل أي إشي في الحياة، بس جرب دور، بس اكتب الجملة، طلعت معك طلعت ما طلعت تروح اكتب مساعدة حدا. فعلياً اليوتيوب أول شيء بوفر عليك وقت، بوفر عليك إنك أنت تبذل مجهود لسه حدا بده يفهمك ويعلمك وكذا. اليوتيوب مفيد جداً جداً، الجوجل الإنترنت ما خلى إشي، وأي موضوع بدكم إياه في الحياة لو بدكم تصنعوا الذرة في الحياة بتلاقوا على اليوتيوب موجود كيف تعمل هالأشياء. تمام. هلا شغلة تانية بالنسبة للكورسز اللي موجودة، في عنا كتير مواقع زي ما حكينا، أول شيء فرصة بتلاقوا عليها كتير فرص. عنا موقع إدراك، موقع إدراك فيه كمية هائلة من الدورات المجانية واللي بتاخدوا فيها شهادات، وفعلياً يعني بتستفيدوا منها بالسي في، والأهم من السي في إنه السكيلز اللي عندكم بتقوى. وأكيد إحنا يعني يمكن هذا الإشي أنا كنت كتير أشجع فيه الطلاب وحتى الخريجين قبل الكورونا، بس يعني دائما نحكي رب ضالة النافعة، سبحان الله ربنا بيبعث أشياء نتعلم منها أشياء تانية. يمكن في فترة الكورونا شوي تعودنا على هذا الموضوع اللي هو موضوع الأونلاين وإنه إحنا نتعلم أونلاين، يمكن الكالتشر هاي ما كانت موجودة قبل، بس فعليا استل موجودة وعم بتزيد، والمنصات هاي عم بتزيد. يعني فعنا إدراك، فعنا يوديمي، فعنا كورسيرا، وفعنا كتير مواقع تانية. مرات كتير بتكون كاتبة شرط أن تكون طالب جامعي أو شرط أن تكون أقل من 25 سنة، راح أحنكم فعلياً في كتير شغلات راح تكتشفوا إنكم راح تضطروا تدفعوا عليها مصاري بعد ما تتخرجوا. حتى مثلاً الأشياء اللي مثلاً زي البرمجيات، في كتير برمجيات بعطوك إياها إذا كنت مثلاً تابع لجهة تعليمية معينة، بس تتخرج راح تكتشف إنك أنت بدك تدفع كتير لحد ما تأخذها، وفي أشياء مش حتى بس إنك بدك تدفع، أنت ممنوع تأخذها لأنك أنت تخرجت للأسف. ففعلياً استغلوا هاي الأشياء كلها. فراح أعطي لكم بس هيك أشياء بسيطة، أنتوا دوروا راح تلاقوا كتير مواقع في أشياء كتير عربية وأجنبية. لازم مهتمين حتى مثلاً بالإعلام، مثلاً الجزيرة مثلاً تعطي دورات مجانية هائلة وفيها شهادات تنفعكم لقدام، مثلاً بإنك كيف تصير إعلامي، كيف تصير تحكي، كيف مثلاً توقف قدام الكاميرا، في كتير تفاصيل. وكل الشركات صارت تجديد تعمل اللي هو الجانب اللي نحكي الخدمة المجتمعية عندهم، بتفيد طلاب الجامعات بدورات مجانية إن كانت أونلاين أو أوفلاين، فكتير حلو إنكم تستفيدوا منها.
follow pages and trainers. هاي واحدة من الشغلات اللي كتير مهمة. لما تأخذوا دورة عند أي حدا إن كانت online أو offline دائما ضلكم تبعوا ورا الصفحات تاعتهم. مثلا أخذت دورة مثلا في communication skills. أوكي استفدت من هذا المدرب. طيب بعدين بس هذا المدرب مثلا خلصت الدورة وروح. أنت بتعرف عنه إشي؟ لا دائما خذ الكونتاكت تاعته. خذ الفيسبوك اللينكد إن الإنستغرام الإشي اللي هو بيستخدمه. لتشوف الدورات اللي بتصير بعدين ممكن يدلك على أشياء كتير لقدام بس لأنه عمل شير للبوست فأنت تستفيد من هذا الإشي. برضو فولو الصفحات. يعني مثلا إحنا عم ناخد دورة مثلا مع حناوي سوفتوير فعليا كم حدا فيكم حاطط لايك لصفحتهم مثلا وكم حدا مو حاطط لايك للصفحة فعليا إذا بتكونوا موجودين على الصفحة أو مثلا جروبات الواتساب اللي بضافوكم عليهم نفس الشيء فعليا إذا أنتم بتكونوا عاملين لايك على صفحتهم دايركت تصير توصلكم الـ الأشياء تاعتهم. الجامعة مثلا إحنا في كل جامعة فيها مكتب إرشاد وظيفي. مكتب إرشاد وظيفي بعطي كم شات في الدورات الهائلة والخرافية واللي فيها كل التفاصيل لكل الأشياء اللي بتهم طلاب الجامعة. ففعليا أنت لما تكون مثلا حضرت دورة بالصدفة صاحبك أخذك عليها. طيب روحت كيف بدك تعرف عن الدورة الثانية إذا صاحبك ما إجا عباله يروح؟ فعليا إذا كنت عامل لايك على الصفحة بتلاقي إنه مثلا والله نزلوا إعلان جديد لدورة جديدة نستفيد منها. ففعليا دائما في شغلتنا نعمل عليهم لايك أو فولو اللي هم المدرب والجهة اللي بتعطي الدورة. هاي الشغلة بس خليها عندكم قدامكم بتصير تشوفوا إيش الأبديتس اللي بتمشي لقدام. هاي الأشياء الأونلاين. هلا الأشياء الأوفلاين المكان اللي بتروح عليه اعملوا لايك له. المكان اللي بيعمل دورة مرة بيعمل مرة ثانية مرة ثالثة. هلا مثلا في عنا شركة زين عاملة إشي بنسميه زين. أكيد كتير منكم بتعرفوا زنك. زنك هي خلينا نحكي الجهة المجتمعية من زين. في عندكم تانك مثلاً اللي هي تابعة لأمنية. في عندكم أورنج برضو في عندهم مساحة. كتير أماكن في لهم مساحات. هاي المساحة للشباب. وبيعملوا فيها دورة. برضو مثلاً لنفترض والله مثلاً حدا معين بده يعمل دورة في زنك. زنك رح تنزل البوست. والمدرب رح ينزل البوست. والجهة اللي تابعة لها المدرب رح ينزل البوست. فأنتوا أي مكان من هدول كنتوا عاملين على لايك رح تشوفوا البوست رح تروحوا ومعظمها بتكون مجانية وإذا ما كانت مجانية بتكون بأسعار مخفضة جدا للطلاب. ففعليا استفيدوا من هاي الخدمات والأماكن وزوروهم. هاي الأماكن إذا بتروحوا مثلا إذا بتروحوا على زينك رح تلاقوا كتير ناس رياديين رح تلاقوا كتير ناس حابين يطوروا من حالهم. تعرفوا على هدول الناس. قد في مرات إحنا بنروح على دورة ما بنستفيد من المدرب بنستفيد من الناس اللي موجودين في الدوره مثلا معنا الزملاء خلينا نحكي الموجودين فعليا هم اللي بيدلوك على شغله لقدام لانه ما في حدا. يعني انا مثلا اليوم احنا في عنا عدد ما شاء الله عليكم كلكم فعليا ما اتوقع في حدا قاعد هلا وبيحضر الا في عنده شغله مختلفه عن الناس اللي موجوده برا فهي الشغله يعني تحترم. ففعليا كل شخص موجود معنا اليوم هو شخص مختلف. كان هذا الشخص ممكن في الساعتين هذول ينام كان ممكن إنه هو يطلع مع أصحابه كان ممكن إنه ما يعمل إشي في حياته أو يعمل شغلة هو بيحبها بس هو قرر إنه هدول الساعتين أنا بدي أعطيهم وأفيد حالي وأستفيد من الإشي اللي بدي ينحكى في خلال المحاضرة هاي. ففعلياً هذا الشخص يستحق إنه إحنا نتعرف عليه إنه هو شخص مختلف عن الشخص اللي موجود برا. هاي واحدة في مجال أحكي عن موضوع التريننج بس عشان يعني للفائدة العامة. إحنا في المنظمة تبعتنا عندنا 7200 موظف في هاي المنظمة. فعملوا لنا تريننج كورسز كان عن الليدرشيب اند مانجمنت كان هذا الكورسز ل 56 موظف واختاروني انا من ضمن الدائره اللي انا بشتغل فيها. الكورس عباره عن جامعه كامبريدج يونيفرسيتي بس ما رحنا على كامبريدج جابوا لنا كامبريدج عندنا على الاردن وإلهم مراكز تدريبيه واعطونا هذا الكورس لمده سنتين. اخذنا فيه اكثر من 13 برنامج الكرياتيفيتي والتيم وورك والبلانينج كوميونيكيشن غيره. فانا اخترت الكوميونيكيشن يعني السكوب تبعي. بعدها قعدت سنتين لغايه ما يعطوك الشهاده لازم تعمل دورات وتريننج للموظفين لانه في النهايه انت ماخذ كورس استفدت منه واخذت الفائده وبكره ماخذ دبلومه لليدرشيب اند مانجمنت. فانا دربت حوالي بحدود تقريبا 900 موظف فكنت أطلع على المخيمات أطلع على مناطق بعيدة جدا جدا. بديش أحكي لك الآن يمكن بس أخلص عملي يعني أنا مفكر في موضوع التريننج وهذا بحكي للزملاء موضوع التريننج. إذا أنت عندك كوميونيكيشن جود وعندك جود بلانينج وعندك قدرة استيعابية جيدة فأنت ممكن تبدع بهذا المجال والفرص كثير متاحة. يعني هي مثلا عفوا جماعة الحناوي يعني لولا وجدوا بالمهندسة يعني الصفات المميزة
ولا يعني مع المهندس سندوس أو الزملاء اللي كان قبلها، ولا ما قال له تعال اعمل لي تريننج ولا إشي. يعني هذه هي فقط لإلهم كبرنامج بحاولوا يغطوا هذا البرنامج، وأنا بدور على المميزين اللي يقدروا أنا أحطهم يقدروا يعملوا ويحسنوا من السكوب اللي أنا شغال عليه. فهذه فرصة لكل الزملاء. أنا يعني أنا بدي أصل لنقطة أساسية، ما في إشي ما في شغل، ما في إشي ما في إشي، في إشي اسمه مثابرة اجتهاد. قد ما أنت بتتعب على حالك، قد ما أنت قاعد بتحصل على نتائج، ونتائج تكون أنت راضي عنها. ممكن ما تيجي اليوم، ممكن تيجي الأسبوع الجاي، ممكن تيجي الشهر الجاي، ممكن تيجي السنة الجاي. صحيح. شكراً لكم جميعاً. شكراً شكراً جزيلاً. ويعني يعني يعني فعلاً يعني يعني كل كلمة عم تحكيها يعني عبارة عن قصة لحالها. فعلياً عن جد يعني يعني قد ما مرات الواحد تصح له فرص بسبب انه هو بس يعني اشتغل على حاله بشغله، يمكن هو حيكون حاطط انه مركز انه انا بدي هذا هاي النتيجه، بس يمكن تطلع له نتيجه مختلفه تماما عن اللي هو بده اياها، بس تكون لسه اكبر من اللي هو بده اياها. ففعليا هو الواحد يعني دائما بيعمل اللي عليه، ودائما زي ما بنحكي لكل مجتهد النصيب، ما في حدا بيشتغل على حاله وبصفي زيه زي غيره. فشكرا شكرا. هلا حكينا كمان برضو زي ما حكينا الاماكن اللي احنا اللي ممكن احنا نروح عليها. فاليوم كل هاي الاماكن في عندهم شغله كتير لطيفه، انه بتلاقوا في عندهم بلان، يعني مثلا انه سكيدجول خلال الاسبوع الجاي في عندنا 1 2 3 مثلا. المركز الثقافي الملكي مثلا اذا بتمر عليهم في عندهم على الريسبشن بيكون في عندهم زي نشره، هاي النشره حاطين فيها مثلا خلال هذا الشهر شو في عندنا. فاحنا دائما بنركز على الاشياء الرياديه والاشياء اللي مثلا اللي الكوميونيكيشن سكيلز وكذا، وهي الاهم. لكن في ناس عندها باشن مختلف، يعني في ناس عندها باشن بالفنون، بالرسم، بالرياضه، بكثير اشياء. فعليا كل واحد يدور على الشيء اللي هو عنده باشن فيه ويدور. يعني مثلا المركز الثقافي الملكي بيعمل كثير اشياء فنيه، ان كان مثلا بدنا نحكي على الرسم، على الموسيقى، على الاشياء التشكيليه، في كثير عندهم مثلا اشياء في هذا المجال. فعليا انت ممكن تكتشف انه في كل فتره والتانية في معرض مثلا عم بيصير هناك، انت مهتم بجانب معين تقدر انك تروح. مثلا الخط العربي مثلا، في ناس مهتمة بأشياء كتير مختلفة وعندها باشن فيها. فعلياً إذا أنت بتشبك مع هدول الناس بتصير خلاص تعرف إنه والله كل شهر في عندهم إيفنت. هاي برضو بنرجع على النقطة الأولى، بتصير تصحى الصبح عارف إنه أنا آخر اليوم رايح على معرض، فأنت متحمس إنك أنت بدك تخلص دوامك تروح على هذا المعرض مثلاً. فشوف قد أنت مثلاً بتصير في عندك موتيفيشن لحالك إنه أنا بدي أعمل هاي الأشياء. برضو بنرجع نحكي على مكاتب الإرشاد الوظيفي في كل الجامعات. كل جامعة فيها مكتب إرشاد وظيفي ومتابعة خريجين. هذا المكتب مسؤول عن جانب السوفت سكيلز في الجامعات. ففعلياً تقدروا انكم تزوروهم وتتعرفوا على الخدمات اللي عندهم والدورات، وكل الدورات بتكون للطلاب فور فري. الدورات بيجيبوها من برا الجامعه مثلا بتكون مدفوعه، الجامعه هي اللي تتكفل فيها وبتنعطى فور فري للطلاب. هاي فرصه لكم انكم تستفيدوا منها كطلاب، وحتى كخريجين الجامعات بتضلها انه مستمره معاكم في هذا الشيء. الانجليش كتير في عنا ناس عندهم مشكلة في موضوع الإنجليزي، وبحكيك إنه أنا بس أتخرج أنا ضعيف بالإنجليزي، أو أنا بالجامعة في عنا مواد بالإنجليش وأنا مش قوي بالإنجليزي. هلأ أول شيء بدنا نتفق على شغلة إنه مش عيب إنك تكون أنت لغتك ضعيفة، بس نرجع نحكي عيب إنك أنت تضل لغتك ضعيفة. بدنا نتطور. للأسف كتير من مدارسنا ما كانت كتير قوية لأنه تكون الإنجليش لغة كتير أساسية في حياتنا، مع أنه إحنا نكتشف بعدين أنه في كتير مثلاً شركات تطلب أنه أنا بدي إياه بحكي إنجليزي منيح، أو أقل ما فيها ما يريد يدبر حاله. مثلاً لو إجا مثلاً عندنا وفد أجنبي، لو مثلاً عندنا صار أي شيء بدنا نعمل إشي على السوشيال ميديا يكون بيعرف يحكي وياخذ ويعطي ويتعامل. ففعليا زي ما حكينا احنا بدنا نتعلم. ما عمركم تكتئبوا انه والله انا بعرف فلان لانه كان مسافر فهو بيعرف انجليزي، انا بعرف كذا. لا، بس الانجليزي كلها بتدور حوالين التدريب. يعني احنا ما بدنا مثلا ضلنا ناخذ كورسات انجليزي. مثلا في ناس كتير تحكي انا والله بدي اخذ كورس عشان اتعلم. اوكي، حلو تاخذ الكورس، بس اللغه اذا ما مارستها ما بتصير قوي فيها. لا، في كتير ناس بتسافر شهرين ثلاثه على بلد ثانيه بترجع تحكي انجليزي كتير منيح، لانها يوميا عم تمارس هاي اللغه. ففعليا نرجع مرة تانية، اللي بيحب اليوتيوب watch movies، احضروا أفلام، بلشوا الأفلام تكون في السبتايتلز تحت يقرأوها، بعد شوي ارجع احضر الفيلم مرة تانية وانت بدون ما تقرأ. ليه؟ لأنه احنا لما بنحكي على الإنجليزي خصوصا الناس اللي شوي بتحس حالها ضعيفة تستصعب انه انا بتحس انه تقول عليها انا بدي اتعلم الإنجليزي. فدائما الشيء اللي بتحسه تقول عليك دور على شيء انت بتحبه ومن خلاله تعلمه، مش بس الانجليزي. هاي التكنيك استعملوها لكل شيء. فانت بتحب الافلام احضر افلام، بس ما ضلك تقرا السبتايتلز، احضر الفيلم مرتين، جيب احلى فيلم انت بتحبه
احضروا ومع السبتايتلز، بعدين ارجع احضروا بدون السبتايتلز، او مثلا خلي السبتايتلز وما تتفرج عليه، شوي شوي بتصير تتعلم. فهاي واحدة من الاشياء. في كثير ناس قويت لغتهم بس بسبب انهم بيحضروا افلام. بدك تقوي حالك، مثلا احضر الاشياء الموتيفيشن اللي حكينا عنها قبل، احضر اشياء تحفيزيه بس بنفس الوقت احضرها وهي مكتوبه وهي لا. كثير مرات بتذكر انا وصحباتي كنا نعمل شغله ايام الجامعه، انه احنا ننزل مثلا مثلا شيء تحفيزي، مثلا سبيتش تحفيزي لمده 3 دقائق نحفظه. فمثلا عادي انا اوقف قدام صحباتي والقي هذا السبيتش بالانجليزي، شوف قديش الاكسنت تاعتك بتتحسن، بنفس الوقت بصير في عندك مصطلحات تحكي فيها، بصير قادر انه والله لو مثلا كنت بايفنت ولا في مكان بحكي لكم بدنا حدا يطلع يحكي عن شغله معينه، تقدر تطلع وتحكيها، شوف قديش حتكون فخور في حالك. فهي واحدة من الأشياء، watch movies. الشغلة الثانية اللي هي الناس اللي تحب تقرأ، اقرأ كتب إنجليزية. في كتير كتب بتكون مترجمة، فعلياً أنت لما تقرأها بالعربي بتحس إن في اختلاف شوي بينها وبين العربي. حلو تجيب لك كتاب عربي وإنجليزي وتقرأ عادي، اقرأ الصفحة بالعربي وبعدين اقرأها بالإنجليزي. بتحس حالك إنك أنت بتصير أول شيء تستفيد من الكتاب، بعدين تعمل شغلة بتحبها إذا كنت بتحب القراءة، وبنفس الوقت بتصير حتى لغتك وترتيبك للمفردات كتير أحسن. القراءة طبعاً عربي وإنجليزي بتقوي لغتنا، حتى لما بتصير تحكي بالعامية بتصير تحكي بطريقة منظمة أكتر من لما تكون ما بتقرأ. وبرضو القراءة مهمة جداً. Language exchange، واحدة من أهم الأشياء، حاول تتعرف على أجانب. لما تتعرف على ناس أجانب إحنا مليان عنا، يعني إذا بتروح على المراكز اللي موجودة عنا في الأردن أو في أي بلد، ما تروح على المركز اللي بيعلمك إنجليزي وكل الناس اللي معاك عرب، روح على المراكز اللي بتعلم مثلا العربية لغير الناطقين بها. هاي واحدة من الأشياء، احنا خلينا نربط النقاط ببعض. موضوع التطوع، كتير حلو انك تتطوع مثلا تعلم واحد أجنبي العربي بنفس الوقت انت تتعلم إنجليزي، انت علمته وهو كتير استفاد وانت كمان استفدت. فهاي واحدة من الأشياء اللي كتير موجودة. في كتير نوادي عنا في الأردن وفي كل البلاد طبعا أكيد موجود هذا الشيء، انه في ناس تيجي من برا بدها تتعلم العربي بنفس الوقت احنا بدنا نتعلم الإنجليزي، اقعد معاهم اتعلم عادي. مثلا والله يعني مثلا اي وحده مثلا في عندها والله تتعرف على وحده مثلا اجنبيه، تطلع معها، تطلع مع صاحباتها، تاخذ البنت هاي معاها مثلا، شو قد ايش رح تنبسط. قد ايش رح يكون مثلا البنت هاي بتحب انه والله مثلا تروح على السوق عشان تتعلم المصطلحات اللي بالسوق، خذها على السوق تفرج الاشياء الموجوده. هاي الشغله كثير مفيده، انتم بتتعلموا وهم بيتعلموا. فخلوا عندكم كوميونيتي من اشخاص اصلا نيتيف، اصلا ما بيحكوا عربي بيحكوا انجليزي، لانه هاي اللي بتطلعك برا الكومفورت زون، وما عمرك تستحي انه انت لسه الاكسنت تاعتك كتير ركيكه. عادي اغلط ولخبط اول على اخر، كلياتنا ما في حدا فينا يعني بيرفكت، كل حدا فينا في عنده مشاكله. والحلو في انت لما تعمل لانجويج اكسشينج مع ناس مش عرب، ان الاجانب برضو لغتهم العربيه بتكون مكسره. فانا دائما بحكي، لا احنا دائما بنحكي انه والله لما بتسمع واحد اجنبي بيحكي عربي مكسر انه يا الله ما الطفه كيف بيحكي وكذا، بس لما انت تيجي تحكي انجليزي مكسر تحس حالك انك انت عملت شيء كثير غلط. لا، ضلك احكي مكسر لحد ما المكسر يصير صح. فدائما في براود اوف يور سيلف، دائما تحسوا حالكم انكم انا فخور اني انا اقل ما فيها عم بطور بحالي. عادي مو مشكله، اول على اخر بتصير تحكي انجليزي زي ما انت بتحكي عربي. توست ماسترز واحدة من الأشياء اللي بتعلمك، هي نوادي موجودة في كل أنحاء العالم بتعلمك كيف إنك أنت تعمل اللي هي الخطابة، اللي هي إنك كيف تطلع قدام الناس وتحكي قدام عدد من الناس. هاي الشغلة كتير مرات في عنا مشكلة فيها حتى طلاب الجامعة للأسف، يعني كان يمر علينا طلاب إنه مثلا نحكي لهم إنه والله بدك تعمل بريزنتيشن، يحكي لك قديش على البريزنتيشن، 10 علامات 15 علامة، بلا منهم أنا بزبط بالامتحان وبديش هال15 علامة، ولا يطلع يوقف قدام الطلاب ويحكي. ففعليا هاي النقطة كتير يعني للأسف بتأثر علينا، وأول على آخر أنت رح تضطر توقف قدام الناس وتحكي بغض النظر أنت وين. ويعني حتى لو بتعرف، لو تكون بزيارة مع العائلة بالعيد وفي 10 15 واحد قاعدين وبدك تحكي رح تتوتر إذا بدك تحكي. فإنه فعليا إحنا مش إحنا كائن اجتماعي، ففعليا أنت حلو إنك أنت تطلع وتحكي قدام الناس. الموضوع كتير سهل وبسيط وبتقدر إنك أنت تعمله. توست ماسترز من الناس اللي في منها أشياء بالعربي وأشياء بالإنجليزي، كتير حلو إنك تعمل تشالنج لحالك، تشارك بنادي من هاي النوادي الإنجليزية. فأنت تتعلم 2-in-1، تتعلم اللغة وبنفس الوقت بتتعلم إنك أنت كيف توقف وتحضر وتحكي قدام الناس. وبلش معك ستيب باي ستيب، والحلو فيهم إنه كل الناس جاي تتعلم، فأنت بتخبص والناس بتخبص وشوي شوي بتتعلموا مع بعض. هذا الشيء بيخليكم إنه أنت ما تكون حاسس حالك إنه أنا الوحيد اللي غير عنهم، لا، وخلص اطلع من الكومفورت زون هاي، احكوا إنجليزي حتى لو أنتوا بتلخبطوا، اطلعوا قدام الناس واحكوا حتى لو كنتوا أنتوا بتتوتروا أو هيك، مرة على مرة بتروح.
ودائما خلي عندكم نقطه كثير مهمه، انه انت الموضوع اللي بدك تحكي فيه الناس كلها طالما هي عم تسمع فيك معناته هي انترستد انها تسمعك، فعادي احكي وما يهمك. فتوست ماسترز بتلاقوهم على الفيسبوك، اكتبوا بس توست ماسترز رح يطلع لكم مجموعه منهم، شوفوا ليش اللي مناسب للبلد اللي انتم فيه وروحوا احضروا وتعرفوا على الناس اللي موجودين، كثير بيكونوا داعمين، كثير ممكن توصل لمراحل حتى بفوز بجوائز عالميه بهذا الموضوع، مع انهم بالبدايه كانوا بخافوا انهم لو اثنين ثلاثه قاعدين قدامهم انهم يحكوا قدامهم. فبتكسبوا تو ان وان، حكينا اللغه وبتكسبوا الببليك سبيكينج. الانجليش كلابس بالجامعات رح تلاقوا في شيء اسمه انجليش كلاب في كثير جامعات، بتلاقوا دائما في كليات اللغات، دائما روحوا زوروا كليه اللغات بتلاقوا فيها هاي تفاصيل كلياتها وبتقدروا انكم انتم تستفيدوا منها. اخر شيء بدي احكي لكم اياه، هاي الصوره صراحه انا من الاشياء اللي يعني هيك كثير بتعني لي هاي الصوره وهيك وعن جد بحزن لما بشوفها. تخيلوا هذا الصياد لما هو طول اليوم قاعد بركض 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 في هالغابه عشان بس بده يصيد غزال او يصيد الشيء اللي هو بده اياه، وبس هو هدفه وطلعته كلياته وكل تعبه في الحياه عشان هذا الموضوع. تخيل انه انت فعليا هذا الغزال اجا وهو نايم، هاي هي الفرص اللي بحياتنا. تخيل انه انت في عندك فرص على يمينك وشمالك وفوق وكل مكان وانت فعليا نايم او عامل هيك وما عم بتشوف هاي الفرص اللي عندك. فعليا الغزال رح يجي يوقف ويتفرج عليك ويحكي لك مرحبا، وكل الفرص هاي وكل ان كان شغل او اي شيء في حياتك بسحب حاله ويحكي لك باي باي روح، وانت لساتك نايم. تصحى وتروح على بيتكم وانت لا صايد شيء ولا عامل شيء، وتخلص جامعه وانت ما استفدت ولا شيء. وتخيل لو كنت صاحي وجاهز لهالغزال اللي اجى على طول مسكته وروحت وانت بقمه السعاده وقمه الفخر اللي انت موجود فيها. كثير بدي اشكركم كثير يعني بصراحه هيك لاستماعكم، انا حكيت كثير بعرف. طبعا اول اخر شيء انت فعليا في عندك السي في، في عندك العلاقات وفي عندك المهارات، بس الاهم من هاي كلياتها اللي انت بدك تطلع فيها من الجامعه انت بدك تطلع بشخصيتك، تطلع فيك انت، بدك تطلع فخور بحالك وعارف انت شو بدك تعمل في المرحله الجاي وحاسس حالك جاهز، مش لسه بتتخبط ولسه مش عارف ايش اللي بدك تعمله في فتره الجامعه. كل حدا فينا زي ما حكينا it's never too late، دائما احنا في فرصه قدامنا، قد ما كان عمرنا، ايش ما كان البوزيشن تاعنا، ايش ما كانت ظروفنا، كيف ما كانوا اصحابنا، كيف ما كانت عائلتنا، كيف ما كان مجتمعنا، وين احنا عايشين، ظروفنا، كل هاي الاشياء مرت على كثير ناس، بس في كل مجتمع وفي كل مكان وفي كل ظرف رح تلاقي في انسان ناجح وفي انسان ما قدر ينجح. مش ما قدر ينجح يعني ربنا عادل، وربنا لما بيعطي كل حدا فرص في الحياة الفرص موجودة عند الكل وموجودة بغض النظر شو وضعك، لكن المشكلة بتكون انه هل احنا سعينا لهاي الفرصة ولا ما سعينا. لما ما تسعى في كتير ناس دائما بضهم يحكونا في عنا واسطات وفي عنا ناس بتزبط معنا وفي عنا حظ وفي عنا كذا. اوكي هذا انا ما رح اجي احكي لكم، نرجع نحكي احنا مش في حياة وردية كل هذا الحكي موجود، لكن اللي بيسعى بيلاقي. ممكن انت واحد والله اوكي يلاقي شغله بواسطه لانه والله وضعه تمام، بس فعليا اذا انت اشتغلت ما في شركه في الحياه بتشغل واحد وبتخليه سنتين وثلاثه واربعه وهو ما بيعمل إشي وفاشل بحياته. ممكن اوكي يلاقي فرصه شغل بس لا هو حيكون مبسوط ولا الشغل رح يكون مبسوط عليه ولا حدا رح يكون مبسوط على الثاني ورح تكون الحياه يعني حالتها حاله. بس فعليا لما انت تاخذ الفرصه لانك انت قدها وتكون فخور بحالك، انت رح تكون فخور بحالك، شغلك رح يكون فخور فيك، مجتمعك رح يكون فخور فيك، وإن شاء الله إنه يعني حياتنا رح تصير كتير أسعد لو بس اهتمنا بهاي التبس البسيطة. شكرا كتير إلكم وكتير انبسطت معاكم. حابة أشوف إذا إحنا ضايل معانا ست دقايق، في حدا بيحب سندس؟ بدي أشكرك كتير 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 على الورشة، عن جد يعني رائعة بكل معنى الكلمة، كل شغل شرحتيها وكل إشي حكيتيه كتير أنا صراحة انبسطت بهذه الورشة. بدي أشكرك على وقتك وعلى معلومات اللي حكيتيها، لأن متأكدة كلنا استفدنا منها وضافت إلنا إشي جديد وعملتي هيك ريفرش لمعلوماتنا، في شغلات ما كانت خاطرة ببالنا أصلا ناسينها ومش مفكر فيها، فعملتي ريفرش لمعلوماتنا وضفتي لنا كمان يعني مصادر فعلية واقعية كسورسز نقدر نستفيد منها، يعني مش بس من ناحية والله معلومات أو هيك بشكل عام، لا دخلتي اندبث إنه كيف الواحد بيقدر يضله يتطور من حاله دائما، يضله يركز على حاله كيف يصير بمكان أحسن، كيف يصير تفكيره أحسن، كيف يضل يفكر بطريقة بوزيتيف من كل النواحي. يعني البوزيتيف انرجي تبعتك ما شاء الله كانت واضحة طول وقت الورشة وجودكم
كثير كثير انا انبسطت صراحه فيها، وانه عن جد كثير. رائع، يعطيك الف عافيه يا رب. يسعدك، الله يعافيك يا رب، وانا كثير انبسطت معاكم، ويعني ان شاء الله ان شاء الله اكون هيك لو ضفت لو شغله بسيطه، يعني مرات واحد تكون شغله هيك هالقد ممكن فكره بسيطه يقدر انه يبني عليها كثير اشياء. بالضبط، موضوع ان الواحد يعني يعمل سايكلينج ويهتم للرياضه كثير، هذا الشيء صراحه مهم. يعني مرات الواحد بجربه بس بشكل متقطع، يعني انا بالنسبه لي مش بشكل مستمر، بس عن جد باللحظات اللي الواحد بجرب فيها بحس انه للحظه هيك راحت النيجاتيف انرجي، راح التفكير السلبي، صار اكتيف يعمل شيء جديد، بس انه يستمر. بالضبط، هي هذه فيها تحدي انه الواحد كيف يقدر يستمر وما يوقف يعني لفتره. وبدي أضيف نقطة كمان حكيتيها، إن شاء الله بدي أضيف نقطة حكيتيها كمان بخصوص إنه طبعاً هاي يعني زي نصيحة للطلاب والطالبات في الجامعة، إنه كتير ضروري نعمل زي to do list. هلأ من ناحية to do list أنا جربتها أيام الجامعة على شكل، أعطيكم فكرة، بتقدروا تعملوا زي folder بتحطوا فيها word documents، عدة word documents، كل word document بتسميها to do list لشي يكون في عندكم كم تعملوا بهذا الأسبوع أو بهذا اليوم. فإذا بتلتزموا فيها لفترة بتحسوا عن جد بتنجزوا كتير شغلات، يعني بتفيد واحد بضله يعني فوكست عليها. فهي شغلة بس حالك مبسوط لما تخلصها كمان، يعني قد بكون واحد فخور بحاله زي achievement. يس صحيح. فكتير شكرا لك ويعطيكم العافية جميعا على حضوركم معنا الجميل، وعلى إنكم. مشاركة كمان مهندس كمال كتير كتير شارك بشغلات قيمة اليوم. شكراً. فعلا وفعليا أنا دائما بحكي يعني لما الواحد يعني نرجع نحكيها كمان مرة، لما الواحد بشوف هيك إنه يعني فئات مختلفة، وبتشوفي إنه في بتشوفي ناس عن جد قدرت إنها توصل للأتشيفمنتس اللي بدها إياها بسبب تبس بسيطة، هذا الشيء كتير كتير حتى بشجعنا كلنا إنه إحنا عن جد إنه إحنا ماشيين على التراك الصح. فشكراً شكراً جميعاً. ودائماً بتبلش الشغلات بستيب صغيرة، ستيب ورا ستيب يعني تمشي. أنا هلأ بدي أحط لكم هون رابط عشان تحصلوا على السيرتيفيكت، لأنه إحنا دائماً بنعمل الرابط الحضور، فرح أحط لكم إياها على الشات، وبتقدروا بنفس اللحظة يعني بس تعبوا المعلومات اسمكم إيميل كذا، بنفس اللحظة بس تخلصوا بتعملوا داونلود as PDF للسيرتيفيكت اللي رح تكون أمامكم. فحأحط لكم الرابط، وبس تأكدوا إنكم تعملوا له يعني copy paste مثلا أو تعبوه هلأ، عشان لما نسكر رابط الزوم الورشة رح يروح اللينك يعني كله. فحأحط لكم إياها، وإن شاء الله إنكم كلكم تحصلوا على الشهادة وما تواجهوا يعني أي مشاكل إن شاء الله. تمام. وكمان برضو بدي أحكي نقطة، إنه في كان أنا قلت لهم إنه في كتب PDF وفي عنا الكورسز، فهدول كمان برضو إن شاء الله يعني ما بعرف في طريقة تتواصلوا معهم كلهم صح؟ يس. هلا هم على الجروب، أنا حطيت اللينك تبع الجروب ورح أحط هون رقمي كمان للي بيحب يحصل على المعلومات الأكسترا رح تحكي لنا عنها مهندسة سندس لأي شيء، فنحن حنحط هون رقم للتواصل، ومنستقبل أكيد كل أسئلتكم واستفساراتكم. لطيف لطيف. طيب آخر شيء، في حدا بيحب يشاركنا أي شيء؟ ضل معنا يعني دقيقتين ثلاثة. أنا حابب أشارك بشغلة. مساء الخير. مساء الورد، هلا بابا. أهلا وسهلا. حبيت أعمل مداخلة صغيرة. أهلا وسهلا. حبيت أعمل سبرايز بسموها سبرايز آخر الـ الورشة. حكينا نختمها ختامها مسك. بس حبيت أعمل مداخلة لبنتي وصديقتي سندس، اللي أنا بتفاجأ في كل مرة بسمعها فيها بتنوع المحتوى اللي عندها، وحبيت أحكي لها بس كم أنا فخور فيها. يعطيكم الف عافية. thank you thank you والله يعني thank you بس عشان أحكي لك صراحة يعني أنا كمان شغلة ما شاء الله عن جد معلوماتها رائعة، يعني كتير كتير مميزة ما شاء الله مهندسة سندس ما شاء الله. والله أنا حابة أشارك صراحة، بس بدي أحكي هاي الشغلة لعمه مش لسندس، لأنه الإنسان اللي بنحكى يعني لما نمدح الإنسان في وجهه ما رح يعرف يرد، فأنا بدي أحكي لعمه أبو سندس. عمه صراحة أنا طالبة في جامعة البتراء، كنت أشوف سندس كانت تمرق، بس لما أنا سمعت لها اليوم أنا ما كنت أعرفها شخصيا ولحد الآن ما بعرفها شخصيا، يعني هاي أول ورشة بحضر لها إياها. لما سمعت اليوم طريقة كلامها، الأسلوب، كيف المعلومة بتوصل للإنسان، وكيف هي بتحكي عن أشياء بتخص الإنسان مع أنها ما بتعرفه شخصيا، بتحكي عن اللايف ستايل تبعنا، فأنا تمنيت إني كنت أعرفها من زمان، إنه كان نفسي كل مرة أشوفها فيها في الجامعة أكون أنا عارفة هاي الإنسانة ما شاء الله. في عبقريات يعني صراحة بجميع التخصصات، وسندس عبقرية في الإلقاء ما شاء الله. عمو الله يخلي لك إياها ويحمي لك إياها، وهي أكيد ما صارت هيك بدونك. بالضبط، هاي النقطة اللي كنت بدي أحكيها، شكرا إنك حكيتيها. thank you كتير إليك، وبالعكس يعني أنا بتشرف بمعرفتكم كلكم، ومكتبنا دائما موجود، وأهلا وسهلا فيكم دائما. وthank you بابا كتير، يعني أنا بتشرف طول الوقت، بتخلي الواحد ضل interested يسمع أكتر ويضله يعني يركز
يعرف شيء جديد عن جد ما شاء الله. شكرا وبالعكس وشكرا كثير على هاي الفايبس يعني بالعكس يعني لولا وجودكم وانه احنا اليوم عن جد هيك يعني عن جد كلكم سمعتوا وضليتوا معنا للاخر يعني انا كثير بدي اشكركم على هذا الشيء وانا كثير مبسوطه بوجودي معاكم صراحه. شكرا شكرا يعطيكم العافيه جميعا. انا حطيت لكم هون اللينك اذا حدا واجهته اي مشاكل اي شيء عندكم استفسارات. رح نترك شوي الزوم فاتح هيك فيو مينتس عشان كل حدا يلحق يعني يخلص ومنشوفكم يعني زي ما عودناكم ان شاء الله السبت القادم بموضوع جديد وان شاء الله يكون دائما انترستينج ودائما نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ويعطيك العافيه مهندس سندس مره ثانيه. شكرا شكرا ويعطيكم الف عافيه. سلم ايديكم. الله يسلمك. شكرا لكل اللي كانوا معنا اليوم. نشوفكم على قريب ان شاء الله.